مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من الماتش. مبروك لكل المصريين، مبروك طبعا لمنتخبنا الوطني الاول لكره اليد لحصوله طبعا وكمان تتويجه باللقب الثامن في مشواره الافريقي. اكيد طبعا حاجه كلنا مفرحانا الحمد لله. مبروك للعيبه الرجاله، اللعيبه بجد دايما اللي بيثبتوا في كل بطوله ان هم دايما يستحقوا الفوز الحمد لله. اكيد النهارده هيكون معانا يعني كلام كتير وكمان مباركات كتيره لمنتخبنا لكره اليد، لكن اكيد النهارده كلنا شعورنا مختلف بشكل واضح جدا جدا، ان احنا حاسين قد ايه ان فعلا المنتخب ده يستحق ان هو يكون في المكانه دي. بنتكلم عن كل البطولات اللي بيشارك فيها منتخبنا الاول لكره اليد، الحمد لله دايما بيثبت وجوده، بيثبت جدارته، دايما اللعيبه عندنا حاسين قد ايه بالمسؤوليه وقد ايه كمان قيمه التيشيرت المصري اللي بيلعبوا بيه، وكمان اسم مصر الكبير دايما اللي موجود في كل المحافل والبطولات الحمد لله. اخبار كتير عن الموضوع ده، وكمان برضو هنتابع كمان اخبار الدوري المصري وكمان الجولة ال25 بقى من الاسبوع ده، والنهاردة كان اقيمت 3 مباريات على ما اعتقد، يعني هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله وكمان نتائجهم. كل ده معانا بعد الفاصل. اهلا بيكم. في البداية بس حابب أقول إن أنا النهاردة متواجد معاكم بشكل كده إيه يعني استثنائي، نيابة عن الزميل والصديق العزيز هاني حتحوت اللي إن شاء الله هيكون متواجد معاكم غدا بإذن الله. طيب أكيد الفرحة النهاردة مش سيعانة، كلنا مبسوطين، كلنا النهاردة حاسين فعلا قد إيه إن إحنا عندنا في حاجات بتفرحنا وخاصة بالرياضة. يعني ايه؟ يعني النهارده لما بنتكلم على منتخب مصر واحنا بنتفرج كده من بدايه المشوار الافريقي، احنا بنتكلم الحمد لله ان احنا عندنا رجاله قدروا ان هم يثبتوا نفسهم من يعني كل بقى بطوله لاخرى، يعني قد ايه ان احنا واثقين فيهم بشكل كبير. منتخب مصر يعني بيتوج بقى بالنجمه الثامنه، وده بعد اكتساح بقى على الراس الاخضر 37-25. منتخبنا لكره اليد طبعا بقياده بقى المدير الفني الرائع جدا 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 باروندو، يعني على نظيره بقى ايه على المنتخب راس الاخضر كاب فيردي. يمكن النهائي ده كان محترم جدا النهارده، وقد ايه بنشوف برضو الفرق الافريقيه بتثبت وجودها بشكل كبير قوي. يعني لو بنتكلم برضو ان احنا ده يعتبر بالنسبه لنا النهائي الاولاني ان احنا يعني ممكن بنلعب فرق افريقيه صرف. كان دايما معظم المباريات النهائيه كنا بنلعب فيها تونس، نلعب طبعا وهي الاقرب دائما يعني، وهي كمان الاعلى بالتتويج في الامم الافريقيه او بالبطولات الافريقيه ب10 القاب، يليها احنا الحمد لله كمان دلوقتي 8 القاب، بعدين على طول الجزائر ب7 القاب. الراس الاخضر قدر النهارده ان هو كمان يثبت قدام القاره الافريقيه كلها بكل طبعا ماتشاته اللي لعبها الفتره اللي فاتت، وكمان يتخطاها بقى بفوز يعني بشكل واضح جدا على منتخبات كبيرة الفترة اللي فاتت. فالنهاردة حقيقي كان يعني نهائي محترم جدا جدا، واحنا النهاردة كلنا فرحانين قوي بجد والله باللي حصل. وكمان يعني الواحد كان بيقول ايه بعد بطولة دورة البحر الابيض المتوسط اللي اتلعبت الفترة اللي فاتت، وكان النهائي قدام المنتخب الاسباني ويعني خسرتنا واخدنا المركز الثاني، حسينا وقتها ان احنا لا احنا نستاهل، لا نستاهل قدام بقى اي منتخبات اوروبيه عالميه ايا كان الموضوع ايه افريقيه، احنا دايما الحمد لله الافضل والاحسن الحمد لله. وتم التتويج النهارده باللقب الثامن على طول. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئه لكل بقى اللعيبه وطبعا رجالتنا المصريه الجميله، وطبعا شفنا قد ايه كمان يعني الناس كلها فرحانة جدا بيه. وكمان قال أهنئ منتخب اليد بعد تتويج ببطولة أفريقيا، وأهنئ بقى منتخب مصر طبعا بفوزه بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وكمان أود بقى أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مرحلة البطولة، وكذلك كمان القيادة المميزة للجهاز الفني. دي كانت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا الوطني. وكمان حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل بقى العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية،
وكمان يسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات حتى أصبح واحدا من أكبر منتخبات العالم في اللعبة. تهنئة مهمة جدا من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والنهاردة بجد والله يعني عايز أقول لكم إحنا دايما غصب عننا دايما بنهتم بإيه؟ بنهتم بكرة القدم، وآه طبعا إحنا بنحبها وهي بالنسبة لنا يعني معشوقة الجماهير وكل حاجة، لكن حسيت النهاردة قد إيه إن الناس مستنية إن المنتخب ده بالذات يكسب. من مطلع 2021 بطولة العالم اللي نظمناها هنا في مصر في ظروف صعبة جدا والناس كلها قالت مستحيل إن إحنا ممكن مصر يعني تنظم البطولة دي وتطلع منها يعني بشكل ناجح، أثبتنا وجودنا الحمد لله. كل القيادات السياسية والرياضية لما بيحصل تكاتف متكامل دايما بيحصل نجاح. وقتها لما كنا بنشارك في البطولة دي واحنا عاملين نظام الفقاعة والحمد لله عدنا منها، أنا شايف دي كانت النافذة الرئيسية بالنسبة لنا إن احنا العالم كله بقى يعني مرة أخرى يعود للرياضة. شوفوا قد إيه في ظل فيروس كورونا وقتها. لكن هرجع أقول لكم بعديها بقى الحمد لله بقى عندنا بطولات مختلفة بيتم تنظيمها على الأراضي المصرية، لكن بالأخص المنتخب ده كانت الناس عايزة تفرح معاه. من البطولة دي بالذات الناس حست إن هي لازم المنتخب ده ياخد لقب، لازم المنتخب ده يتم تتويجه بميدالية، يعني ياخد ذهب فضة برونز، هو يستحقها. لما بنقول يا جماعة إن إحنا فعلاً دلوقتي الدولة الإفريقية اللي الحمد لله موجودة في كرة اليد، يعني مش بكلامي ده، بكلام دلوقتي البطولة، بكلام النهاردة اللي حصل في الفاينل، بكلام اللعيبة، وقد إيه كمان بنشوف النتائج المباريات اللي إحنا لعبناها الفترة اللي فاتت. وخلي بالكم ماتشات مش سهلة، يعني لا إحنا بنتكلم منتخبات برضه لعبناها تقيلة. لو إحنا بنتكلم على المنتخبات اللي لعبناها كلها، تونس، لعبنا المغرب، لعبنا الجزائر، لعبنا الكاميرون، كلها منتخبات قوية جدا، ودي كمان أثبتنا وجودنا. ولو جينا نفكر في النتائج، احنا نتائجنا الحمد لله يمكن كانت فرق الضعف في معظم الماتشات اللي لعبناها. طيب برضو احنا معانا دلوقتي مداخلة على التليفون الكابتن حسام غريب المدير التنفيذي للبطولة. يا كابتن حسام. يا ابو حميد ازيك؟ يا كابتن حسام طبعا ببارك لك وببارك لكل الرجاله واللعيبه والاتحاد المصري. الله يخليك يا ابو حميد، مبروك لينا ومبروك للشعب المصري كله النهارده الحمد لله. طيب كابتن حسام قول لي كده، يعني في البدايه الاستعدادات ازاي تمت؟ يعني احنا برضو بالنسبه لنا كان الوضع، احنا جينا من بطوله دوره البحر المتوسط على طول على افريقيا على طول عندنا في مصر. تمام. شغلكم بقى كان عامل ازاي في الكواليس؟ وضح لي اكتر عشان خاطر البطوله تطلع بالشكل الرائع اللي احنا شفناه النهارده ده، وكمان النجاح لكل بقى المنتخبات مش بس المصري يعني. والله بص يا ابو حميد اقول لك، احنا خدنا استلمنا الصالتين اللي هي الصاله الدوليه وصاله الدكتور حسن مصطفى من 40 يوم بالظبط. 40 يوم. من 40 يوم بالظبط، انت متخيل ان انت في عندك كان 14 فريق جاي، 14 دوله جايين طبعا. لما كينيا اعتذرت انت بتشتغل على اقامه وملاعب وماتشات وتدريبات، موضوع كبير بالظبط، موضوع كبير. لكن وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي والاتحاد المصري الدكتور محمد، وطبعا ورشه العمل كلها بقياده الكابتن محمد الالفي والكابتن عمرو صلاح، فكلها لجان بقى، فكلنا اشتغلنا. خد بالك الناس دي من يوم الوقفه وهي قاعده في الصاله، محدش عايش في بيته. محدش عايش في بيته، كله في الصاله من يوم الوقفه، لان الوفود ابتدت تيجي بدري. الوفود ابتدت تيجي بدري. طب كابتن حسام كله اشتغل اكيد طبعا ده كان واضح جدا بالنسبه لنا طبعا يعني لكل المصريين وللجماهير، بس برضه عايز اعرف مشاكل بقى الجماهير في المباريات شايفها ازاي من وجهه نظرك، وقد ايه كمان يعني من الاخر بتحلي كده اي بطوله واي ماتشات؟ شفت انت قلت ايه؟ خلاص بقى يعني دلوقتي لازم الجماهير ترجع، لازم مش ترجع هاند بول بس، ترجع بولي، ترجع باسكت، ترجع كوره، لان نجاح الرياضه في اي بلد وفي اي مؤسسه هي الجماهير. بالظبط. يعني اول ماتش غير ثاني ماتش غير ثالث ماتش. صح ولا لا؟ مظبوط جدا طبعا. الموضوع اختلف، البطوله ناجحه،
بطوله بتنجح دايما انت بتنجحها تنظيميا لازم تنجح جماهيريا. لازم تنجح جماهيريا، فعشان كده هي نجحت. واللي نجح كده الجماهير. طب ازاي الجماهير؟ طبعا كان في تعاون بين تذكرتي والشركه الافريقيه، ناس عملوا زي تعاون مع الاتحاد، الناس كلها جت الاكاديميات، جت الانديه، جت كل الناس اللي متسجله في الاتحاد المصري لكره اليد اغلبهم كان بيجي وبيتفرج. يعني دي احتفاليه انا بعتبرها يا احمد، البطوله دي احتفاليه لكره اليد المصريه. الحمد لله. طيب كابتن حسام قول لي كده، يعني التعاون ما بيننا وما بين كمان شركه تذكرتي تم ازاي، وتسهيل الامور على الجماهير، وبرده عايزين نعرف الدور اللي كانت قائمه عليه كان عباره عن ايه بالظبط؟ بص احنا البدايه كانت ان انت اونلاين، تمام كويس، لكن في ناس في المناطق مش هيقدر يوصل لها. صح ولا لا؟ مظبوط. هو كان بيسهل، هو لما كان بيجي هنا كان بيقطع تذكرته عادي خالص. كان الاول كانت اللي هي ال 150، بعد كده نزل سعرها، فكان بيقطع خلاص، مفيش حاجه تاني احنا محتاجينها منه. خلاص هنا بقى الشركه الافريقيه بتخش، هي ماسكه التامين، فبتسهل للولاد، لان خد بالك الماتشات كلها كانت ولاد صغيرين اللي هم بيمارسوا الهاندبول وبيلعبوا في الانديه وبيلعبوا في المراكز والكلام ده كله. بالظبط. انت متخيل ان ولي الامر بيسيب ابنه او بنته في مباراه طول اليوم على مدار اربع خمس ساعات، انت بتقطع في التيكت بثلاث ماتشات او ماتشين. كان التامين امان، يعني التامين كان امان. فالاثنين تعاونوا مع بعض مع الاتحاد. طبعا ادى اوكي ان يا جماعه الكارنيه الاتحاد يخش بيه، من حقه ان هو يخش بيه. تمام. ودي لفته كويسه جدا للاتحاد المصري لكره اليد. اكيد طبعا. النهارده يعني واحنا كده ايه اثناء التتويج، النهارده يعني تم الاعلان ان احنا ان شاء الله هننظم بطوله افريقيا اللي جايه 2024. 24 هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا كابتن؟ يعني احنا ايه دايما احنا بناخد الحاجات الصعبه، يعني يمكن احنا اخذنا بطوله العالم كانت في مطلع 2021 والحمد لله نجحنا نجاح يعني ملحوظ جدا والعالم كله يعني اشاد بينا. والنهارده نفس الكلام اهو، يعني بطوله ولا احلى من كده كمان يعني شفناها. هنعمل ايه بقى؟ ايه الترتيبات الاخرى اللي ممكن تتم لحد بقى ما نوصل ل 2024؟ لا ده احنا عندنا خطوه مهمه جدا يا احمد، اللي هي ودي ايه؟ برضو مختلفه الى حد ما لان هي المؤهله ان شاء الله الاولمبياد باريس باذن الله. في خطوه مهمه جدا اللي هي ايه؟ بطوله العالم. تمام. اللي في يناير اللي في السويد وفي بولندا. دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. واوضح لحضرتك حاجه، اتفضل. انت رابع الاولمبياد. ايوه انت رابع الاولمبياد. والله انا لحد النهارده انا والله يا كابتن حسام انا من وجهه نظري انا شايف ان احنا ثالث اولمبياد لحد دلوقتي. يعني انا ما اعرفش، انا عندي احساس داخلي ان احنا يعني لا الفريق ده يستحق ان هو يكون الثالث مش الرابع. بالظبط بالظبط. تمام. ان شاء الله يتوج ان شاء الله بطوله العالم بقى. عايزين نركز في بطوله العالم، دي اهم حاجه عندنا. بالظبط. الفتره الجايه دي يعني كل خطط الاتحاد الكابتن ايمن صلاح، كل الشغل كله الفترة الجاية على بطولة العالم ان شاء الله. ان شاء الله عايزين نلعب فاينل. يا رب يا رب يا رب. هو ده التارجت بتاعنا، هو ده الطموح بتاعنا ان شاء الله. كابتن حسام غريب طبعا يعني المدير التنفيذي لبطولة كرة اليد، شكرا جدا لحضرتك طبعا، نورتنا جدا، والف مليون مبروك لحضرتك طبعا يعني ولكل اللعيبه وكمان لكل المصريين. اكيد بقى يعني طالما قلنا المنتخب لازم نقول اسمائهم بقى، يعني نديهم حقهم بقى تلات ومتلت كده في كل وقت، يعني ده مهم جدا بالنسبه لنا. طيب احنا معانا لوحه الشرف يمكن اللي فيها اسماء لاعبتنا، ولازم برضو يعني ياخدوا حقهم تالت ومتلت، يمكن قائمه بقى منتخبنا يعني الوحوش، عندنا وحوش بقى حراسه المرمى يا سيدي، كريم يا هنداوي عالمي. يعني النهارده كريم هنداوي بجد اثبت قد ايه ان احنا في لحظه الهجمه اللي ممكن تبقى لاي خصم بالنسبه لنا تتقلب على طول لمكسب لينا. يعني النهارده يا كريم بجد شابو ليك، بجد مليون مبروك ليك يا هنداوي، مبروك يا طيار يا طيار برضو يا عالمي.
يعني حاجة بجد فظيعة جدا. عندنا محمد علي، يا محمد يا علي، يا بجد يا مستقبل حراسة مرمى منتخب اليد ان شاء الله، وكمان برضو كان متألق جدا وليه احصائية ان هو الاعلى تصديات يعني في الفترة اللي فاتت. ما شاء الله عندنا حراسة المرمى، احنا عندنا كده ايه يعني، حاطين في بطننا بطيخة صيفي يعني، احنا ايه مستريحين الحمد لله. طيب نيجي بقى عندنا الجناح الايسر، يا عمر يا بكار يا حبيب قلبي يا بكار، النهارده وانت النهارده واخد احسن لاعب في المباراه وفي البطوله، يعني انا اقول لك بقى انا بالنسبه لي في البطوله، بس النهارده في المباراه احمد مؤمن صفا طبعا يعني من اللعيبه الجميله جدا والقويه جدا، وقد ايه كمان يعني من القوام المهمه جدا لمنتخبنا. احمد هشام سيسه يعني يا ابو حميد يا عالمي. نخش على الناحيه بقى الشمال او الظهير الايسر، علي زين يا علي يا علي، حسن وليد قداح يا ابو علي يا ابو علي. عندنا عبد الرحمن فيصل بقى يعني برضو يعني من الحاجات اللي الواحد كده ايه يعني يحبها كده عارف تتبسط. نيجي بقى على النجم برضو من ضمن النجوم اللي الواحد او ما بيشوفهم كده بيرتاح نفسيا والله العظيم، او ما بشوف يحيى الدرع يا خبر ابيض يا جماعه، بحس قد ايه ان الواحد يعني بجد مبسوط جدا، وحاسس قد ايه ان احنا عندنا في لاعب حقيقي كبير، وهم كلهم كبار بالامانه يعني. لسه نكمل، لسه هو لحد هنا وقفنا، لسه عندنا سيف الدرع طبعا يعني صانع الالعاب بتاعنا الجميل جدا، عندنا احمد خيري نفس الكلام، عندنا الظهير الايمن ابو حميد الاحمر المتالق اللي دايما في كل الاوقات كده ايه، انت عارف احمد الاحمر يعني هو هيخلص لك الليله دي، هو هيعرف يعني من الاخر كده ايديه هتجيب لك ان شاء الله المكسب. يحيى خالد يعني بجد ما فيش احسن من كده، وافضل اللعيبه وافضل لاعب في البطوله يحيى خالد الحمد لله من افضل اللعيبه، يمكن انا شايف ان كلهم يستحقوا يكونوا افضل يعني لاعبين بجد. عندنا محسن رمضان الحمد لله، عندنا كمان برضو يعني من ضمن اللعيبه المميزه جدا، عندنا مهاب سعيد نفس الشيء، عندنا الجناح الايمن محمد سند، عندنا اكرم يسري، عندنا بقى في الدايره عندنا محمد ممدوح هاشم، عندنا ابراهيم المصري، عندنا احمد عادل، عندنا شادي خليل. يعني بجد مش عارف اشيد بمين ولا مين، ولا اقول يعني مين الافضل من مين، مفيش حد بجد يعني زايد حاجه زياده، كلهم الف مبروك بجد ليهم كلهم، لان الواحد بجد مبسوط جدا جدا باللي حصل النهارده، ولازم كلنا يعني بجد نتكلم على اللعيبه دي ونديها حقها تلات ومتلت، لان النهارده حسينا قد ايه ان هم قدروا يعني من بعض كده ايه يعني مش هقول هزايم، هي برضو يعني هي كلها مكسب وبرضو فيها هزيمه، لو بنتكلم عن المركز الثاني الفتره اللي فاتت يعني في البحر المتوسط فهو برضو مكسب فضيه بعد اسبانيا، فبرضو الواحد كان ايه لا عايز تكايه كمان يبقى ايه ناخد الذهب. النهارده الواحد كده ايه حاسس ان هو لا يعني مبسوط، احنا كده شكرا، الواحد مبسوط طبعا، ألف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، مليون مبروك عليكم البطولة التامنة، عقبال بقى إيه العشرة والحداشر إن شاء الله الفترة اللي جاية، وكمان بطولة العالم اللي جاية إن شاء الله مش هنهدى، والله ما هنهدى، هنروح نجيب برضو مركز فيها ونرجع. بصوا يعني أنا حابب طبعا يعني أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المجهود الرائع اللي بيقوم بيه الفترة الحالية، وكمان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يعني بجد النهارده شفنا قد ايه ان اللعيبه دي تستحق يعني الدوله كلها تقف معاها. على الشق يعني او الجانب الرياضي احنا بنتكلم، عندنا ما بنقولش ان احنا ما عندناش يعني الدنيا جميله وصافيه وهاديه، فيها بعض المشاكل شويه لحد ما، لكن مش كلها سلبيه يعني، مش كلها عندنا فيها يعني الدنيا سودة، لا في برضو عندنا الحمد لله يعني زي النهارده كده في حاجه تفرح، في نقط بيضة مكتوبة، يعني لما نحط النقطة البيضة جنب النقطة البيضة هتلاقي في عمل سطر جنبيها يبقى الحمد لله، هنقول لأ؟ لما بنتكلم برضه قبل كده احنا مش بس بطولة اليد اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ان احنا قدرنا ننظمها ولا قدرنا يعني نشتغل عليها، احنا اشتغلنا على معظم البطولات الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا وواضح، وبنتكلم على فكرة اقول لكم على حاجة، احنا بنتكلم يعني على ما اعتقد احنا خلال شهر برضو اكدوا لي يا جماعه المعلومه دي، يعني احنا خلال الشهر اللي فات ده نظمنا حوالي اربع بطولات او ثلاث بطولات في شهر واحد، يعني احنا في شهر واحد نظمنا حوالي ثلاث اربع بطولات،
يعني برضو احنا بنتكلم الموضوع مش سهل. طيب بنتكلم على البطولات الاخرى الخاصه برضو، لو بنتكلم عن انديه بقى، يعني كان عندنا برضو كاس العالم للانديه بتاع كره السله للزمالك. يعني اقصد ان احنا مش واقفين بس في محطه معينه وخلاص. اه طبعا مهم جدا عندنا. يبقى احنا والله اقول لكم على حاجه، نفسي يعني مع احترامي الكامل للاعيبه منتخبنا الوطني لكره القدم، بس انا عايزكم يعني الروح اللي احنا بنشوفها في منتخب اليد دي هو ده اللي احنا عايزين نحطه بالظبط كده هنا في كره القدم. يعني ده نفسي اشوفه يعني باذن الله. خلوا الشعب يفرح، خلوا الجماهير تفرح، خلوا الناس تحس ان احنا عندنا في كره اليد عندنا في وحوش، ما بيسكتوش. عندنا في كره القدم احنا رايحين مطمنين، ما نخليش الناس مهزوزه، ما نتهزش لحظه. يعني بصوا احنا في الاخر النهارده في فرحه، النهارده احنا مبسوطين، والنهارده كمان احنا لازم برضو ناخد التهنئه من كل الناس. ومعانا كمان والد كابتن كريم هنداوي، الكابتن او الاستاذ مصطفى هنداوي. يا استاذ مصطفى بالخير يا كابتن احمد، يا مساء النور، الف مليون مبروك ليك ولكل طبعا الشعب المصري والكريم بقى يعني الاخطبوط. الحمد لله الحمد لله. على فكره انا سامع الحديث بتاع حضرتك النهارده نقطه كبيره، بيضه كبيره قوي 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 الحمد قوي لله قوي. الحمد لله والله الحمد الفضل لله لله. يعني. وحقيقه والله بجد يا استاذ مصطفى، يعني هم يستحقوا اللعيبه دي كلها، يعني ان هم يحسوا بالفرحه دايما يعني من وقت للتاني. يعني يا كابتن احمد الفريق ده احنا بنسميه صاحب البسمه، صاحب الفريق صاحبه البسمه في الالعاب الرياضيه الجماعيه. الحمد لا ما لله. بيبخلوش بمجهود، بيشتغلوا على نفسهم، بيتمرنوا بطريقه علميه جدا. برضه الاحتراف اضاف ليهم كتير جدا جدا. خد بالك بقى في نقطه مهمه جدا في اللعبه اتفضل ديت، اتفضل. الناس بتحب بعض، خد بالك. واضح جدا على فكرة، واضح حط قوي. بقى حط دي تحتها 500 خط مظبوط تنجح، مظبوط. تنجح على طول على طول. النهارده الحمد لله مصر كلها بتفرح، الفرقه عملت ماتش جميل، كريم عمل صح ماتش كويس قوي الحمد لله، ربنا يكرمه دايما كده يا رب، ويعيد اللعيبه كلها. امين يا رب. انا مش طب عايز اقول لك قول لي قول لي كده، يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه الكواليس بينكم ببعض؟ بيكلمك قبليها؟ لما هو بتشوف ماتش معين هل بتتواصلوا مع بعض بعد ماتش هو شفتوا ليه؟ بيكلمني قبل الماتش بساعه ساعه ونص عشان يعني يسلم عليا ويدعي لي انا والدته، ده اساسي يعني، ده اساسي كل ده شيء قبل اي ثابت ماتش. معايا يعني. لكن كريم في اثناء المعسكرات والكلام ده كله بيبقى قافل على نفسه، اول ما بيختلطش قافل فيسبوك، قافل كل التواصل الاجتماعي، كل الكلام تتصل فيه كلمتين ثلاثه ويقفل وخلاص، هو مركز في يبقى معسكره، مركز مركز في مركز البطوله. مركز مركز مركز. طب شفت ازاي الحمد النهارده لله. بقى؟ يعني قول لي كده بقى، ايه لا من يعني كأب بقى النهارده كده بيتفرج على ابنه وهو يعني ما شاء الله النهارده نجم المباراه مع زمايله، والله الحمد شفته لله ازاي الحمد النهارده لله. وهو عمال يتصدى لبعض الكرات يعني، وكانت اهداف مؤكده بيصدها وبيردها على طول لاهداف لنا احنا، يعني اعتقد جاب جونين حسيت او بايه ثلاثه النهارده؟ بتهيألي. لا النهارده كان يوم جميل، طبعا انا فرحان بيه جدا 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 وسعيد، ومش عايز اقول لك الجمهور هنا، الجمهور هنا اي لعبه حلوه يهتفوا باسم اللاعب. كريم لعب لعبه حلوه يهتفوا باسمه. ايوه الاحمر الاحمر ده على جنب بقى، الناس تهتف باسمه. الحمد لله ان احنا يعني رجع في قراره ان هو ما اعتزلش دوليا، الحمد لله ما برضه. يعتزل ايه ما الاحمر قدامه ينفعش، ما سنتين ينفعش ثلاثه، يا ما احمد ينفعش الاحمر يعتزل الدوري تماما. ما ينفعش يعني، حرمنا منه. ده حقيقي بس فعلا. كمان انا عايز اكد حاجه، نقطه مهمه اتفضل قوي، اتفضل. شكل الجمهور جوه الصاله حاجه تفرح. صح. لو حد قال ان الجمهور ده اللاعب الاخير، انا هقول ان ده اللاعب الاول. ايوه صح. حاجه حاجه تفرح. بس ان شاء الله البطوله الجايه بمصر الحمد لله الحمد لله قدرت تاخد كمان بطوله سنه 2024 منظمها في مصر هنا، والبطوله دي مهمه جدا جدا جدا، اهم من مظبوط البطوله دي كمان. ليه؟ مظبوط مظبوط. لان اللي بيكسبها فرقه واحده بس هي اللي هتكسب، وهي اولمبياد اللي هتروح الاولمبياد، بالظبط، عكس البطوله دي خمس فرق الاولانيين بطولة بيروحوا كاس العالم. العالم. مظبوط. يعني الحمد لله ان احنا هننظمها ان شاء الله بقى. المره الجايه بقى تبقى البطوله في صاله الاستاد، لان الطعم مختلف، الجمهور مختلف، وهتبقى الصاله دي مليانه 40,000. لا هيحصل. لا لا لا، النهارده بص انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. النهارده كان يوم تاريخي صراحه ده حقيقي فعلا. للامانه. اللي عاجبني النهارده يا استاذ مصطفى ان احنا يعني
اغلبيه حتى يعني الناس اللي بكلمهم من اصحابي او من الناس، انا ايوه كل بيقول لي لا انا بتفرج على الماتش دلوقتي، انا بتابع الماتش مصر. اغلبيه الناس في الشارع كلها مركزين جدا مع منتخب اليد، طب وفعلا انا هقول حصل ليه ان هو طب اخذ انا مكانته مره اخرى، لان هو انا حسيت في وقت من الاوقات كان هو اتظلم جماهيريا شويه، لان يعني هو شويه. يستحق ان هو يبقى في متابعه كبيره ليه المنتخب ده. اصل بص هقول لك ليه الظلم جماهيريا، اتفضل هقول لك ليه. ما هو اتفضل. انت الجمهور طماع، انت كل بطوله دلوقتي عايزين بتخش اعلى بتروح شويه. كاس عالم، ايوه وبتروح اولمبياد، ما فيش مظبوط مره بتفوتها غير قليل نادر. صح فلما تروح منك بطوله كده طبعا الجمهور بيزعل، مظبوط. وعنده حق يعني. فلكن لكن البطوله دي ليها طعم تاني يعني، الحمد لله على ارضنا الحمد لله. وادينا اداء كويس، شكل مشرف جدا 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 الى فوق بالنسبه لك ايه تتخيل. اصعب مباراه شفتها الهنداوي؟ يعني كان ايه اصعب حاجه بالنسبه لك وكنت ايه ايدك على قلبك كده؟ هو بص، ماتش تونس الناس كلها كانت بتقول ان تونس بادئه اه الماتش بالظبط. المتوشه ديت او المباراه ديت ومش في حالتها، لكن تونس برضه فرقه. تونس هي تونس يعني، خلينا مظبوط. نتكلم بالمصداقيه. لا تونس هي الفريق الاعلى، التقيل، هي الفريق الاعلى. اه التقيل بالظبط. يعني. وبعدين هو ولما بيلعبك عنده فرصه، لو كسبك يطلع نهائيات، فلازم اه يطلع كل اللي عنده. هي انا ليها يوم 10 ألقاب يعني، تونس هي يمكن أعلى شوية في التتويج، لكن إحنا برضو كأداء ما الحمد تقلقش لله ما تقلقش هو ما في، أو تقلقش إحنا متقاربين لحد ما يعني، والموضوع مش بعيد برضو يعني، الموضوع قريب. انت قدام حضرتك كده ان شاء الله، قدام الجمهور كده 10 سنين كده ان شاء الله مصر مكتسحه كل البطولات دي. يا رب يا رب انا بإذن اقول الله. طبعا سعادتك على حاجه اتفضل بمناسبه ماتش تونس ده، اتفضل. بوريك قد ايه الناس لحد زي ما انت قلت كده كانت متابعه المنتخب، اه وانا كنت متراهن مع ناس اه وناس يعني مسؤوله كمان. ماتش تونس كان بيتلعب يوميها ماتش الزمالك اه 6:30، وماتش الاهلي الساعه 9 تمام. في نفس وقت المنتخب الساعه 9. اه كان يوميها ماتش الناس الزمالك والمحله والاهلي ايوه وبيراميدز صح كده؟ بالظبط اه بالظبط كده. تمام. الناس كلها كانت مرغمه ان مفيش حد هيجي. قلت لهم طب ايه رايكم ان الماتش ده الصاله هتتقفل؟ تواجد جماهيري. اه لان جمهور الهاندبول اللي مهتم الهاندبول هيروح للفرقه بتاعته. اه ليه انتماء زمالك، ليه انتماء اهلي، لك كمنتخب مصر هيروح لمنتخب مصر. مظبوط. فكان يوم كان برضو كان يوم جميل قوي قوي قوي. الحمد عشان كده لله انا برضو يعني. فرصه برضو واحنا هنا اه ومع حضراتكم نهني الجزائر، نقطه اكيد. مهمه جدا لا وبنشكرهم سندونا جدا. كتير برضو هناك عندهم يعني بشكل ما انا واضح عشان قوي. كده اه بقول لسعادتك بشكرهم جدا جدا في الاستقبال وتشجيع اللي حصل بالظبط. مؤازرة كبيرة لبعثتنا جدا كامله طبعا. مظبوط. في وهران. اه حاجه تشرف يعني. فمبروك برضه، هم الحمد لله تأهلوا معانا صعدوا خالص الحمد ان لله شاء الله بطولة العالم. الحمد لله الحمد كسبانة لله. الحمد لله. وانا سعيد النهارده يعني مش عايز اقول لك، انا عمال اتمشى مش عايز اخرج. خد بالك الجمهور قاعد جوه لغايه دلوقتي في الصاله مش عايز مش يطلع. اه حقنا بقى يعني، لا نقعد للصبح مش مشكلة يعني. يا سلام نقعد كمان. يعني استاذ الحمد مصطفى لله. يعني بجد مليون مبروك ليك وكريم ولكل المصريين ولمنتخبنا الرجالة قوي اللي شرفونا بجد يعني، حاجة تفرح قد ايه. دايما شعور اي اب كده وام يعني لما يحس ان ابنهم او بنتهم برضو، عندنا لا عندنا في الحمد لله بطلات يعني الفترة اللي فاتت عدوا، بيحسوا دي ان هم يعني عملوا حاجة لتاريخ الرياضة ولنفسهم، وقد ايه بيتشرفوا جدا بابنهم او بنتهم، بيقولوا الله ده انا ابني عمل النهارده جاب بطولة ايه، عمل النهارده جاب المركز الاول افريقيا، الحمد لله جبنا الذهب، هنصعد منها على بطولة العالم، هنصعد منها ان شاء الله ان شاء الله يعني 24 نطلع منها على الاولمبياد. الواحد قد ايه بيكون فخور جدا بابنه. احنا بقى احنا دورنا دايما الدعم والمساندة لكل حاجة مضيئة عندنا، لكل حاجة حلوة نديها حقها. ومهم جدا برضو ان احنا يعني اللعيبه دي الفتره اللي جايه تتكرم تكريم كبير قوي، تتكرم عندها تكريم يعني يليق بيهم، يعني نشوف عندنا كل واحد منهم يحس قد ايه ان هو من كل المشاركات اللي شارك فيها الفتره اللي فاتت دي قد ايه يحس ان هو يعني فعلا قدم شيء للبلد، قدم شيء للرياضه. طيب دلوقتي برضو معانا على التليفون معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف. ده كحف. يا دكتور اشرف الف مليون مبروك ليك الله ولكل يبارك فيك، الله المصريين. يخليك، الله يبارك فيك. قول لي يا دكتور اشرف يعني احساسك النهارده واحنا الحمد لله يعني متواجدين كده بالبطوله الثامنه افريقيا والسنه الثانيه على التوالي وكمان البطوله في ارضنا.
احنا طبعا شيء مهم جدا ان احنا نشوف رد فعل سريع جدا، وتهنئه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد لمنتخب مصر كره اليد، واكيد يعني الانتصارات والفرح والحاله الرياضيه الكبيره اللي موجود فيها مصر الفتره دي، وان شاء الله في المستقبل دي بتسعدنا جميعا وتسعد الشباب المصري، واساسا الحمد لله. شباب مصر هو الموجود بيلعب، ويعني حاجة مشرفة جدا. فألف ألف مبروك الحمد منتخب لله. الهاندبول والمنتخبات كلها وأولادنا اللي بدأوا رحلة يعني البطولات والتتويج في كل لعبة مظبوط، الحمد لله يا دكتور أشرف. تحت. دكتور أشرف، يعني كلمني كده عن في بعض الحاجات يمكن اللي الواحد لازم يوضحها بشكل كبير جدا للناس، عن البنية التحتية للرياضة المصرية، عن الملاعب عندنا، عن الصالات الحمد لله اللي مجهزة دلوقتي على أحسن يعني مستوى. وبنتكلم كمان برضو إن إحنا أخدنا وقت قياسي جدا من بطولة العالم اللي تم تنظيمها في مصر هنا لحد النهارده. وكمان بنتكلم يعني على ما أعتقد من حوالي شهر كده إحنا نظمنا 4 5 بطولات مع بعض. يعني البنية التحتية برضو لازم نوضحها للناس ولينا بشكل أكبر. بص، احنا مصر تمتلك بنيه تحتيه دلوقتي قويه جدا، الحمد لله. قويه جدا في كل يعني المجالات والانشاءات، وحجم الاربع سنين دول في حجم يعني حاجات اتعملت ضخمة جدا، كبيره في الحقيقه، صح. ضخمه في انا بتكلم في المجال الرياضي وحتى في المجال الشبابي، بس عشان بتكلم في مظبوط، الرياضه يعني. فلما نشوف صاله زي اللي احنا فيها النهارده، مجمع كبير مش صاله واحده بس، وزيه في برج العرب وزيه في العاصمه الاداريه، وتطوير مجمع 4 صالات صغيره، وده كله اتعمل في سنه قبل يعني بطوله العالم لكره اليد، وبعدين في فتره فيها كورونا والدنيا كانت قافله كلها، وبعدين تنظيم بطوله واصبحت موديلنج، ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه يقول ان احنا بنشكر الحكومه المصريه، وده هيخلينا نعمل يعني الاولمبيكس، ودي رساله يعني كانت منه مباشره يعني. ولما ننظم كاس الامم الافريقيه ونظمناها يعني اتسحبت من احد الدول ما قدرتش، واحنا في 5 شهور قدرنا كاس الامم الافريقيه تاني 2023 اتاجلت ل 2024 عشان برضو عدم الجاهزيه الناس يعني الحمد لله في يعني حد كبير. احنا يعني بقى مصر عندها ثقه لكل المنظمات والمؤسسات الدوليه لما يكون في تنظيم بطولة. النهارده كان افتتاح بطولة العالم للسلاح، بطولة يعني كل الشكر للاتحاد المصري للسلاح والناس المنظمين، ان البطولة فيها يعني ارقام كبيرة جدا من اللاعبين، 105 دولة موجودة، 2000 لاعب، 3000 يعني فرد موجودين في اوتيلات ساكنين جنب الصالة ومجمع الصالات، يعني حاجة كبيرة. البطولة دي مبهرة اتعملت جدا 1949 ودي تاني مرة تتعمل الحقيقة، يعني 1949 افتتاح الملك فاروق احنا يعني طبقناها، ويمكن كان الوفد الايطالي موجود وبيتكلم يعني بيقول احنا عندنا تحدي كبير هنستضيف بطولة العالم دي في 2023، واصبح الموضوع تحدي بعد ما شفنا تنظيم مصر. يعني الحمد لله حراك كبير جدا في الحمد البنية لله. الأساسية في تطوير ولادنا والفرق والمشروعات القومية اللي موجودة، ده كله حراك هي مش هيتأتى إلا بالفكر والدعم القيادة السياسية الدايم والفكر والشكل والتخطيط العلمي يعني. مظبوط جدا. دكتور أشرف، كلمني كده عن الحضور الجماهيري النهارده. أكيد يعني من خلال البطولة شفنا التواجد الجماهيري حركنا كلنا. يعني أنا عايز أقول لك حاجة يا أحمد، ممكن أتفائل إن شاء الله الفترة المقبلة نشوف بقى يعني في كل الألعاب وفي كل الصالات نلاقي عندنا تواجد جماهيري. وأخبار كرة القدم إيه في الموضوع ده؟ لا بص يا احمد، المنتخبات بيبقى ليها واقع، ومهما كان بتبقى الالعاب الجماعيه يعني اكيد، وكره اليد يمكن انا اقدر اقول ان هي لعبه شعبيه ثانيه بعد كره القدم يعني لانجاحها وانجازاتها وشكلها يعني. فالمنتخبات صفه خاصه كبيره، لما في بطوله زي البطوله الافريقيه او زي بطوله العالم اللي حصلت في وازع كده وحاجه كبيره جدا. فشفنا الجماهير سواء الصاله يعني استاد القاهره علشان في بطوله العالم، فال4 صالات موجودين لان ده برنامج يعني، وادي مجمع حسن مصطفى الصاله اللي موجوده شغاله. فبالتالي شكل الجماهير كان حاجه جميله، بالاضافه الناس اللي بتتفرج في التلفزيون
التريبيونات اضافه للشارع النهارده. وكان في يعني من مباراه تونس لما الدنيا شدت شويه الجماهير كمان يعني بقت اكثر ولعا ان هي عايزه تتفرج. وبعدين البطوله دي يعني مؤهله لبطوله العالم الحمد لله في هولندا والسويد 2023، وان شاء الله قدرنا ان احنا كمان ناخد ثقه الاتحاد الافريقي بتنظيم 2024 كمان افريقيا، لان يعني خدنا بطولتين مع بعض وده انجاز كبير تم اعلانه النهارده علشان 2024 مؤهله للاولمبياد. والصعوبه ان بطوله افريقيا بياخدوا فرقه واحده فقط الاولمبياد، ان شاء الله يكون من فريق نصيب ان شاء الله يعني هو اللي موجود يعني. يا رب يا دكتور. جدا ابو حميد، شكرا يا دكتور، نورتنا جدا والف شكرا. مليون شكرا مبروك لحضرتك شكرا. طبعا شكرا يعني. والوزاره كلها وكمان الاتحاد المصري لكره اليد ولكل المصريين، يعني الفرحه مش سعاده، يعني احنا خطوات حلوه بنشوفها جميله جدا، وان شاء الله برضو منتخبنا المصري لكره اليد يكون الفتره اللي جايه يعني في افضل حال. وكمان برضو حابين كده ايه يعني لو لنبذه كده بسيطه ممكن نوضح الناس سنوات التتويج بقى لمنتخبنا المصري بامم افريقيا. يمكن احنا بداناها عام 1991 وبعد كده 92 برضو و2000 وبعد كده 2004 ثم بعد كده 2008 و2016 و2020 ثم بقى النهارده 2022. يعني دي الحمد لله تتويجاتنا اللي احنا الثمانيه بتوعنا. بعد كده بقى نخش بقى على مجموعات كاس العالم، يعني احنا زي ما قلت لكم من شويه ان احنا في خمس منتخبات لحد دلوقتي صعدوا خلاص كده بشكل رسمي ونهائي لكأس العالم إن شاء الله لكرة اليد. إحنا جينا في المجموعة السبعة بس نقول معاكم برضو بقية المجموعات. إحنا عندنا المجموعة الأولى جت فيها أسبانيا ومونتينيجرو وكمان تشيلي وإيران. بعد كده عندنا المجموعة الثانية جه فيها فرنسا، جه فيها بولندا، السعودية، سلوفينيا. وبعد كده جه عندنا في المجموعة الثالثة السويد، البرازيل، برضو عندنا رأس الأخضر، عندنا أوروغواي. المجموعة الرابعة جت فيها أيسلندا، البرتغال، المجر، كوريا الجنوبية. وبعد كده المجموعة الخامسة ألمانيا، قطر، صربيا، الجزائر. المجموعة السادسة عندنا النرويج، مقدونيا الشمالية، الأرجنتين، هولندا. احنا بقى في المجموعة اللي هي السبعة دي المفروض مصر يكون معاها كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله يعني مصر تكون من ضمن الفرق بإذن الله اللي تصعد منها. عندنا بقى آخر مجموعة فيها الدنمارك، بلجيكا، البحرين، تونس. دي كانت المجموعات الخاصة، دي كانت المجموعات الخاصة بكأس العالم لكرة اليد. برضو عايزين ناخد معاكم الجوائز الأفضل في البطولة، مهم جدا برضو نديهم حقهم. عندنا يعني في أفضل حارس مرمى جي العروسي علي من المغرب، وبرضو انا شايف ان احنا الحمد لله يعني طبعا الف مليون مبروك ليه هو، بس احنا عندنا الحمد لله برضو ابطال في حراسه المرمى. عندنا افضل جناح ايمن جه هشام الحكيمي من المغرب. ثم افضل ظهير ايمن بقى عندنا يحيى خالد من مصر. وافضل صانع العاب جه برضو ليوناردو سميدو من كاب فيردي. وكمان افضل ظهير ايسر جه عندنا علي زين من مصر. وبعد كده افضل جناح ايسر جه عمر الوكيل من مصر. وبعد كده برضو عندنا افضل لاعب دايره جه جهاد جاب الله من تونس. وافضل لاعب في البطوله يحيى خالد من مصر. طيب احنا دلوقتي معانا الباشمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. يا باشمهندس اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا باشمهندس، الف مليون مبروك ليك طبعا ولكل المصريين. الله يخليك ويبارك فيك. شايف النهارده التتويج ازاي لمنتخبنا المصري وكمان تنظيم البطوله بقى على ارض مصر؟ والله طبعا يعني التنظيم دلوقتي ما بقاش حاجه يعني غريبه على مصر. التنظيم الهايل والتنظيم المتقن وكل حاجه، فالحمد لله يعني كان تنظيم جميل، والبطوله كانت بطوله ناجحه جدا 100% ومنظمه بقى على اعلى مستوى. والنتيجه الحمد لله طبعا زي ما حضرتك شفتها كده، والروح والجماهير الموجودة وسعادة المصريين دي كلها حاجات يعني تمنها غالي قوي يعني. أكيد طبعا. شايف يعني برضو احنا عندنا في ألعاب أخرى وبطولات أخرى الحمد لله بيتم تنظيمها على أرض مصر هي دلوقتي وبشكل كبير جدا وشكل احترافي يعني وعالمي، من ضمنها بطولة السلاح. أيوة اللي تمت الفترات اللي فاتت. يعني الشكل العام للبطولات هل اختلف بالنسبه لنا لكل الرياضات؟ يعني كان في الاول يمكن عندنا بعض الالعاب اللي هي ممكن يتم تنظيمها لكن مش بشكل واضح وكبير زي ما بيحصل دلوقتي، ايه اللي اختلف؟ ايه اللي حصل؟
والله سمعة مصر العالية جدا، التحسن اللي موجود في مصر، كل اللي بيحصل كله في مصر، الإنجازات الكبيرة جدا اللي بتحصل كل يوم في مصر، اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصر، بمصر في كل مجالاتها والرياضة بصفة خاصة، البنية التحتية عالية جدا، التدريب عالي جدا، الإعداد عالي جدا. دلوقتي نقدر نقول احنا عندنا كل الملاعب جاهزة لكل بطولات العالم، ونقدر نقول الإعداد لفرقنا كلها اللي احنا برضه شفناها في بطولة البحر الأبيض اللي كانت من كام يوم دي، نقدر نقول نقدر واحنا قاعدين نقول مين اللي هيكسب النهارده، وإن المصريين اللي بيحققوا ميداليات وبيحققوا مكاسب بتيجي بالإعداد والمنهج العلمي السليم، مش بالصدفة ولا حاجة. يعني اللي بتلاقيه بيكسب النهارده بنلاقي الأسبوع اللي بعده في الدورة دي وفي الدورة اللي بعديها، فده معناه ثبات المستوى، ده معناه ان شاء الله الانطلاقه تبقى على قاعده قويه جدا جدا، وما يبقاش في بإذن تراجع الله ابدا، وتبقى مصر لقدام على طول باذن الله. بإذن الله. طيب باشمهندس قول لي كده، يعني ازاي بنستعد بقى الفترة اللي جاية للأولمبياد المقبلة بإذن الله؟ يعني هل احنا محققين مع بعض الـ الألعاب وأبطالنا كمان؟ يعني الخطة الموضوع ايه دلوقتي؟ احنا كم ميدالية حطينا في الحسابات بالنسبة لنا؟ وبرضو ازاي ان احنا النهاردة شفنا الحمد لله احنا هيتم تنظيم بطولة افريقيا برضو 2024، ودي المؤهلة بطولة للأولمبياد 26 المقبلة بإذن الله في باريس. يعني ان شاء الله احنا عندنا خطة، طبعا كل الاتحادات عاملة خطة بالتناسق وبالتناغم مع اللجنة الأولمبية، وبيشوف اللجنة الأولمبية وبالتناغم مع الوزارة من الناحية المالية تمام. والدفعات المالية التي في وقتها. وان شاء الله احنا الاختيار بتاعنا للعناصر اللي هتكمل في باريس هي اللي بتدينا بيها، من حتى ريو دي جانيرو ومن طوكيو ومن دورة الألعاب الأولمبية للشباب، الاختيار كان سليم جدا، وإن شاء الله احنا متابعينه ومتابعين الخطط كويس قوي قوي قوي، وكل اتحاد عنده خطة الفنية بتاعته المعتمدة من اللجنة الأولمبية ومعتمدة من الوزارة، إن شاء الله المتابعة بتاعتها الجيدة والمنهج العلمي السليم اللي بيشوف اللي بيراعي النواحي الفنيه والنواحي النفسيه والنواحي البدنيه، كل الكلام ده ان شاء الله ان شاء الله، والمتابعه الجيده عشان اي انحراف يحصل من بدري نقدر نصوبه. ان شاء الله عندنا امل كبير نقدر يعني يكون لنا كلمه كبيره في اولمبياد باريس 2024. باشمهندس هل من ممكن ان احنا نشوف منتخب مصر كره اليد يعني يتوج يعني بميدالية الذهبية في الأولمبياد المقبلة بإذن الله كأول فريق جماعي؟ والله احنا مش بعاد خالص، نشوف منتخب اليد لما كان في بطولة العالم السنة اللي فاتت هنا عمل ايه، وكان الحظ يعني واحنا بنلعب مع الدنمارك كان حظنا مش كويس، وده اللي خسرنا البطولة. اما نيجي نبص في بطولة البحر الأبيض، اما احنا كنا بنلعب مع اسبانيا على فرق جول واحد، واحنا عندنا برضه لاعبين ما كانوش موجودين من الفريق الاساسي بتاع الهاندبول، ونقدر نعمل كده ان شاء الله. لازم احنا لازم نامل ان احنا دايما في الفاينل في الهاندبول باذن الله، ان شاء الله ونبقى قريبين من الميداليه الذهبيه دايما ان شاء باذن الله. الله. طيب باشمهندس بسنت حميده، يعني ما شاء الله بسنت حميده عامله يعني انجازات كبيره جدا في دوره العاب البحر المتوسط، وقد ايه ان احنا شفنا يعني مجهوداتها وانجازاتها، والناس ان شاء الله كمان متفائله بيها الفتره اللي جايه. ازاي يعني الدعم بيتم ليها الفتره الحاليه، وكمان برضه ان احنا بنخليها تستعد للبطولات المقبله لا برضه طبعا باذن هي الله. ان احنا نجيب في الالعاب القوه في ال 100 متر وال 200 متر اللي هم حاجه صعبه جدا جدا، ميداليتين ذهبيتين ومع سيده، دي حاجه كويسه جدا جدا، كل الدعم لها، والاتحاد مراعيه كبيره، واللجنه الاولمبيه والوزاره، وجايبين لها اكثر من راعي. ان شاء الله ان شاء الله يعني نحافظ عليها سليمه، والخطه بتاعتها خطه علميه سليمه ان شاء الله، لا تستهلك، وتبقى النهايه بتاعتها ان في شاء اعلى الله. مستوى ان شاء الله في الاولمبياد، تقدر تجيب لنا ميداليه او ميداليتين. باشمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، شكرا جدا لوجودك معانا، والف مليون مبروك لحضرتك. الف مبروك لمنتخبنا القومي ولكل المصريين، ودي النهارده حاجه تفرح جدا. هنطلع معاكم لفاصل ولسه هنكمل معاكم بقيه بقى ايه فقراتنا في الماتش، خليكم معانا. النادي الاسماعيلي الرياضي انه يكرم كل الناس طبعا الابطال بتوعنا، وان نفرز النادي الاسماعيلي ابطال، ده حاجه جميله لمصر وحاجه جميله للنادي، وان شاء الله احنا بنشجع طبعا هذا. والكره النسائيه ده على دور النهارده، بقت في كره قدم نسائيه، في النهارده كره كمان يد نسائيه،
الالعاب القوى زي ما انت شايف هي بطله طالع من عندها، فربنا يكرمها ان شاء الله. سعيده طبعا ان انتم موجودين معانا النهارده في التكريم لبطلات الاسماعيليه. يمكن لجنه المراه النهارده بتكرم في اول فعاليات ليها داخل النادي الاسماعيلي طبعا البطله نعمه سعيد وتالقها الفتره اللي فاتت، وكمان البطله ايه سويلم شرفوا اسماعيليه ورفعوا علم مصر في المحافل الدوليه. بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاسماعيلي على دعمهم للجنة المرأة، وان هم بيساعدونا ازاي نطور منها وازاي ان احنا نكون موجودين لاهتمام بدور المرأة. كمان في انشطة كتير بدأت داخل النادي الاسماعيلي، اعادة كرة القدم النسائية لاركان النادي الاسماعيلي بعد غياب 11 سنة، فان شاء الله اللي جاي افضل خطوة مع خطوة ان شاء الله نرجع تاني البنات يكونوا موجودين داخل النادي الاسماعيلي. وده طبعا كل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما داعم للمرأة المصرية وداعم للرياضة كمان والمرأة الرياضية كمان. بقى كله دلوقتي كل البنات طموحها يكونوا في مجال الرياضة بشكل قوي. والله النهاردة ان احنا بنتشرف النهاردة في تكريم بطلات مصر وبطلات عالم، وبنفتخر في اسماعيلية ان بناتنا يعني رياضيين وبيمثلوا المرأة المصرية في نجاحاتهم في كل المجالات. فالنهاردة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيكرم نعمة سعيد بطلة عالم رفع أثقال، بنت المؤسسة العسكرية وبنت مركز شباب المحسمة المحطة، ومعانا برضو البطلة آية سويلم لياقة بدنية بطلة البحر المتوسط أوروبا. بدأ قوة بدنية كنت لسه 14 سنة، بدأت ببطولة جمهورية عادي كنت جايبه فيها ربع، بعد كده الحمد لله بدات واحده واحده كده كنت اول لحد ما وصلت ال 20 بطوله الجمهوريه، وبعد كده دخلت بطوله عرب اخده سته اول عرب واخده اربعه عالم واخده اول افريقيا واربع متوسط. والله هو احساس كويس جدا ان نادي زي نادي الاسماعيلي يبدا ان هو يكرم الابطال بتوع الاسماعيليه، وحاجه كويسه جدا لينا وللنادي. عندنا تقريبا عملنا في الاربع سنين دول عوائد غير مباشره اكتر من 1.5 مليون ليله سياحيه من استضافه الوفود اللي موجوده. الاكسبوجر بتاعنا لبره مصر اكتر من 2 مليار مشاهده، بدايه من كاس الامم الافريقيه وبطولات العالم اللي موجوده. المنتج دي عوائد مباشره وعوائد غير مباشره. النهارده بنتكلم على حاجه تاني، هي استدامه رياضه الاسكواش وقوتها في مصر، لازم نستخدمها كويس جدا. انا بشكر الكابتن امير وجيه والشباب اللي موجودين. الحقيقه طيورنا اللي كانت بره وجبناها من امريكا والاخره، بنقول لهم اشتغلوا وانطلقوا، وطبعا اكيد في تعاون مع الاتحاد. هي اول مشاركه لنا في البطوله، وحقيقه يعني وجدنا ترحيب شديد، والان في المؤتمر الصحفي الحمد لله يعني ترحيب شديد وجدنا من الاخ امير وجيه والسيد معالي الوزير، وتشرفنا ان نكون يعني ضيف شرف للبطوله. وانا حقيقه بقدم كل التحايا لمنظمين البطوله على كرم الضيافه المصري الاصيل الموجود. حابين نيجي نستفيد اكثر من اللاعبين المصريين واللاعبين المشاركين في البطوله. احنا بصراحه جايين على احسن مكان في العالم، اللي اكثر ناس بتواجدوا في السكواش بالعالم اللي هو مصر، ابطال عالم ما شاء الله بالسينيور وبالجونيور وبجميع الفئات. احنا حابين برضو نطور من الناشئين الصغار، بنحاول نستقطبهم اكثر من مره على جمهوريه مصر العربيه للاستفاده من اللاعبين المصريين. طيب ورجعنا تاني ولسه بنكمل معاكم بقيه كلامنا في الماتش. طبعا يعني نخش بقى على الجانب الاخر بقى وكره القدم بالنسبه لنا. يعني النهارده كان ختام الجوله ال 25 من فعاليات الدوري الممتاز، وكان النهارده في ثلاث لقاءات. يعني كان النهارده كان في فاز ام بي على مصر المقصه بهدفين دون رد، طبعا ده كان في الجولة ال 25، واحرز هدفي بقى المقصه مصطفى شلبي من ركله جزاء، ده كان هدفين ام بي عفوا، مصطفى شلبي من ركله جزاء في الدقيقه 44 وجرجس مجدي في الدقيقه 87. كده ام بي جه
بالمركز العاشر برصيد 30 نقطة، والمقصة جه كده بالمركز ال 18 برصيد 14 نقطة. ده كان اللقاء اللي اتلعب من شوية. وبعد كده عندنا بقى ايه، في فاركو كمان ايسترن كومباني يعني بيخطف بقى النهاردة التعادل بشكل مثير جدا من فاركو في الوقت القاتل، يعني ده كان بركلة جزاء واحرز الاهداف بتقدم بقى فاركو كان احمد شريف في الدقيقة 84، والتعادل ده يعني كان من عن طريق محمد صالح في الدقيقة 94 من ضرب الجزاء، وكده يعتبر ارتفع يعني رصيد فريق ايسترن كومباني بعد التعادل ده ل 20 نقطة على ما اعتقد، يعني النهاردة كده بالظبط كده 20 نقطة. وعلى الجانب الاخر بقى يحتل فريق فاركو المركز التاسع من جدول الترتيب برصيد 32 نقطة. بعد كده برضو كان في لقاء لسه كان خلصان من شوية، كان لقاء الاتحاد المصري والاتحاد السكندري والمصري، وانتهى اللقاء بالتعادل ما بين الفريقين بدون أهداف، والاتحاد السكندري كده وصل للنقطة 11 برصيد 29 نقطة، أما المصري ففي المركز 12 برصيد 28 نقطة. دي كانت النهاردة لقاءات بقى وإيه وختام الجولة 25، وده كده معانا جدول ترتيب بقى الدوري المصري. معانا الزمالك كده لعب 25 ماتش كده في صدارة الجدول ب 57 نقطة، أما بيراميدز برصيد 53 نقطة ولعب 25، ويجي في المركز الثالث النادي الأهلي لعب 23 مباراة برصيد 48 نقطة. وكمان بعد كده عندنا فيوتشر في المركز الرابع ب 25 نقطة ب 39 نقطة وكمان لعب 25 ماتش، أما سموحة فلعب 25 مباراة وكمان حصل كده على النقطة 39، والبنك الأهلي برضو لعب 25 مباراة والنقطة 37، ده كده في المركز السادس. أما بقى في المركز السابع فطلائع الجيش لعب 25 مباراة ورصيده من النقاط 37، أما سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة في المركز الثامن ولعب برضو 25 مباراة. أما جيبا في المركز التاسع فاركو اللي لعب 25 مباراة وهو دلوقتي برضو معاه 32 نقطة. أما جي في المرتبة العاشرة أو في المركز العاشر جي معانا إمبي لعب 25 مباراة وبرضو معاه 30 نقطة. أما الاتحاد السكندري بقى فهو برضو لعب 25 مباراة ومعاه 29 نقطة. أما المصري البورسعيدي فكده برضو هو معاه في المركز ال 12 25 مباراة وكمان معاه 28 نقطة، وأدي كمان اللقاء النهاردة كان مهم جدا ما بين الفرقتين. نيجي بقى في المركز ال 13 الإسماعيلي واللي لعب 24 مباراة وكمان ليه 26 نقطة. أما في المركز ال 14 فجي نادي غزل المحلة اللي لعب 25 مباراة وكمان ليه 26 نقطة، والمركز ال 15 الجونة ب 25 مباراة برضه هو كمان و 26 بونت. أما بقى المقاولين العرب فهو لعب 24 مباراة وليه 20 نقطة. أما بقى إيسترن كومباني معاه 25 لعب 25 مباراة وكمان النقاط 20 نقطة. أما في المركز ال 18 جه مصر المقصة في المركز الأخير ب 25 مباراة وكمان 14 نقطة. دي كان يعني معانا ترتيب، ده كان معانا ترتيب كده ايه الجدول المصري بالنسبة لنا. طيب الكابتن ابو علي او الاستاذ عفوا كامل ابو علي اعلن عن يعني ترشحه بقى لخوض انتخابات النادي المصري ان شاء الله الفترة اللي جاية على مقعد الرئيس، وقال كمان سأتقدم بأوراق ترشح لرئاسة النادي المصري في الانتخابات المقبلة، وأضاف يعني عقدت جلسة مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأكد لي على ضرورة بقى تواجدي داخل المصري في الفترة المقبلة. وقال برضو بقى من أجل العمل يعني على المشروع المنتظر لإعادة بناء استاد المصري وكمان تصحيح أوضاع الفريق. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ رجب عبد القادر المرشح على منصب النائب رئيس نادي المصري. يا استاذ رجب اهلا وسهلا، بنرحب بيك معانا.
اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك، نورتنا جدا. استاذ رجب، قول لنا كده يعني كواليس الجلسه اللي دارت النهارده ما بين الاستاذ كامل ابو علي وكمان سياده المحافظ. الحقيقه هو الاستاذ كامل لظروف عمله وانشغاله وتعدد سفرياته خارج مصر عزف خلال الفتره اللي فاتت عن انه يتولى منصب تنفيذي في النادي المصري. وكان ابدى استعداد لتقديم الدعم سواء دعم فني او دعم مالي عشان النادي المصري، الا ان اللي هو عادل غضبان كان حريص على ان الاستاذ كامل يتولى اداره العمل في النادي المصري ومعاه فريق عمل هو يختاره بالتنسيق مع اللي هو عادل غضبان. تمام. اللي هو عادل غضبان بذل مجهود كبير، قناعه منه بان الاستاذ كامل قادر على انه يصحح الاوضاع، على انه يتولى المسؤوليه، على انه يحقق رغبه جموع جماهير النادي المصري وبورسعيد، وكان ده هدفه. حقق الكلام ده باظهار حبه وعشقه للنادي والمستر كامل، ومستر كامل في الاخر بدا يختار فريق عمل. المفترض انه خلال 48 ساعه جايين يقدم اوراق ترشيحه ليتولى المسؤوليه في الجمعيه العموميه المزمع انعقادها 29/8 القادم باذن الله. استاذ رجب، بقول لي كده يعني النادي المصري محتاج ايه الفتره اللي جايه؟ يعني ايه اللي ينقصه؟ ايه اللي ممكن يعني نقول يعيد بقى فريق نادي المصري بشكل اقوى عن الفتره الحاليه؟ هو 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 بدايه اعاده هيكله المنظومه بالكامل في النادي المصري. تنميه موارد النادي المصري والبحث عن موارد للصرف منها دون الرجوع للتبرعات او للاعانات الحكوميه اللي مش هتكفي في ضوء الصراع الرهيب بانديه الشركات وارتفاع اسعار واجور اللاعبين النهارده. فالاستاذ كامل كان حريص جدا على ان هو يدشن لمشروع استثماري عالمي يبقى فيه الاستاد وفيه انشطه عده لتدبير تمويل يلزم خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. القائمة شكلها ايه؟ هل ممكن نشوف عندنا بعض اللاعبين برضو موجودين معاكم يعني داخل القائمة؟ هو اكيد في اجهزة هتتولى البحث عن عناصر وعلاج القصور اللي موجود في الفريق، مع اعداد كوادر تهم بقطاع الناشئين ممكن يطلع عناصر. لكن الفترة اللي جاية فترة صعبة، محتاجة تضافر جهود، محتاجة دعم من جمهور النادي المصري، محتاجة دعم من الكل لإعادة النادي المصري إلى سابق عهده. مين ممكن يبقى مرشح الفترة الجاية يكون يعني مدير فني؟ هل يبقى برضو الاستقرار على ممكن مدير فني مصري ولا مدير فني آخر؟ يعني كابتن حسام حسن لسه مستمر برضو ولا؟ ده كلام سابق الاوانه في ظل مجلس اداره بيدير لغايه الجمعيه العموميه، في ظل موسم لم ينتهي، وفي ظل مجلس اداره قادم لم ينعقد. فالتفكير في هذا الكلام يعني لسه شويه سابق الاوانه يعني. تمام، سابق كتير قوي يعني. ماشي يا استاذ رجب، طبعا نورتنا جدا وشكرا جدا على المداخله التليفونيه. طيب احنا طبعا عندنا يعني لسه كاس مصر لسه يعني ختامه ان شاء الله هيكون ما بين بقى قطبي الكره المصريه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وان شاء الله عندنا الكاس هيقام يوم الخميس المقبل باذن الله وهيكون في التاسعه مساء. اكيد طبعا مباراه هامه جدا للفريقين، وده كمان الكاس ده يعتبر الكاس اللي فات اللي هو موسم 2020/2021، لسه بقى الكاس القادم ان شاء الله برضو ده لسه يعني ايه هنلعبه برضو ولسه ما خلصش لحد دلوقتي يعني. طيب احنا عندنا كده ده بالنسبة لنادي الاهلي ونادي الزمالك. طيب بصوا برضو عندنا يعني احنا خلاص تم الاستقرار دلوقتي على المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. يمكن احنا ده خاص يعني خبر خاص لينا هنا للماتش، يعني ان كابتن طارق العشري هو المرشح بشكل قوي جدا يعني لقيادة بقى المنتخب الأولمبي المصري إن شاء الله. وإحنا كمان برضو عرفنا إن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام هو تراجع خلاص عن قراره يعني بشأن تعيين مدرب أجنبي الفترة اللي فاتت يعني لمنتخب الأولمبي، وهو خلاص وكان كابتن يعني حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن
ان تعيين يعني مدرب اجنبي للمنتخب الاولمبي في المرحله دي هيكون يعني هيكون مش متاح. هو اللي كان في فتره فيها كان ممكن الاقرب شويه، وهو الكابتن باتريس بوميل هو امثالي دلوقتي المرشح بشكل يعني كبير، خلاص ما كانش بالنسبه لنا متاح. وانا شايف ان المصدر ده او اللي هو بشكل كبير يعني ارتفعت اسهم المدرب المصري يعني في الساعات القليله اللي فاتت يعني للمنتخب الاولمبي. والكابتن طارق العشري المدير الفني بقى لفريق طلائع الجيش هو يعتبر دلوقتي بات من ابرز بقى المرشحين ان شاء الله لمنتخبنا في المرحله اللي جايه. وخلاص تم يعني الفكر اللي هو ان احنا ممكن يبقى عندنا فيه مدير فني اجنبي، تم استبعاد الفكره دي عن المنتخب الاولمبي. طيب احنا يعني ايه حاولت بقدر الامكان كده ايه شويه ان انا اجمع يعني حاجات عن الكره المصريه كده، وعن كمان الدوري المحلي، وعن كاس مصر، وعن مدير الفني لمنتخبنا الاولمبي الفتره الحاليه. بعد الفاصل برضه هنكمل معاكم بقيه كلامنا عن منتخبنا لكره اليد، وبرضه هنستقبل معاكم بقى كباتن كبار طبعا ونجوم كره اليد الكابتن محمد ابراهيم والكابتن كمان حسن يسري. بعد الفاصل بقى بعد باستفاضه بقى هنتكلم اكتر عن اللي حصل النهارده عن بطوله افريقيا، وبرضه نفرح معاكم مع المنتخب المصري. يلا بينا. مهندس الدكتور اسماعيل عثمان الله يرحمه، ده يعني قيمه وقامه الاسماعيليه كلها مش لمصر واسماعيليه وكله والنادي الاسماعيلي. كانت علاقاته طيبه مع الجميع، واذكر انه انا لما كنت بعمل كتاب رحت له المزرعه في مريوطيه، وعنده فوق في المكتبه بتاعته بمساحه البيت كله، يعني كان راجل مثقف وكان من الشخصيات العالمية مش الشخصيات المصرية بس، لدرجة انه كان ليه صور مع جورج دبليو بوش في امريكا، يعني اكبر 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 مستوى في العالم. والراجل عمره ما تخلى عن النادي الاسماعيلي، كان رئيس النادي الاسماعيلي في عهده، جبنا بطولات وجبنا لعيبه كويسه وكانت فرقه قويه، يعني رحمه الله. كل الناس بتشكر في المهندس الدكتور اسماعيل عثمان، كان ادب واخلاق وتواضع وابن بلد وكل حاجه، كل الصفات الكويسه كانت في الدكتور اسماعيل عثمان. بقاء لله لشعب الاسماعيليه كله ولعائله المهندس اسماعيل عثمان. طبعا واحد من افضل الناس اللي تولت رئاسه النادي الاسماعيلي، راجل محترم على المستوى الانساني وعلى المستوى الاخلاقي والعلمي والادبي، مش غريب عليهم. يعني احنا بنقول طبعا نحتسب عند الله وكده، انا لو انا راجعون، انما كانت ليها اداء ايادي بيضاء على النادي الاسماعيلي وفريق النادي الاسماعيلي في مرحله كانت صعبه وفيها تكوين فريق جديد وجيل جديد، انما يعني احنا ما نقدرش نقول ان هو في مكان احسن وافضل الحق، ربنا يرحمه برحمته ان شاء الله. صاحب القلب الطيب، القلب الجميل، الروح الحلوه، دايما انسان بشوش، انسان بيحب الضحك، انسان متواضع جدا، انسان بيحب الخير الناس كلها، قلبه جميل. في عهده النادي الاسماعيلي اخذ 3 بطولات، يمكن كان في بطوله الدوري انا كنت موجود فيها كمدرب مع الكابتن مرسي صالح والكابتن خالد القماش، زي ما بقول لك كده يعني اتعلمنا منه الحب، اتعلمنا منه الاخلاص، اتعلمنا منه اللمه، كان دايما يلمنا ونتكلم ونحب بعض ونخاف على بعض، يحترم كل الناس ويقدر كل الناس، علاقته طيبه بكل الناس وكل رؤساء الانديه يحبوه وكل الناس بتحترمه، فدايما بنقول هو باذن الله في مكان احسن في مكان افضل، وباذن الله هو في الفردوس الاعلى ان شاء الله. الله يرحمه الباشمهندس عثمان، كان ليه دور ايجابي كبير جدا الله يرحمه في حصول النادي الاسماعيلي على كاس مصر سنه 97 لحكمة وحسن إدارته للمباراة للموقف، الإدارة قبل الماتش، الموقف مع النادي الأهلي، والحمد لله ربنا وفقنا، كان موفر لنا كل سبل النجاح في إن احنا ربنا وفقنا، لأن الإسماعيلي ساعتها كان في موقف صعب، والحمد لله بحسن إدارته ربنا وفقنا وأخذنا كأس مصر سنة 97، كان له دور إيجابي كبير الله يرحمه ويدخله فسيح جناته إن شاء الله. طبعا الراحة المهندس الدكتور إسماعيل عثمان، كان اخ وصديق واب
والقلب الجميل اللي مفيش قلب في الدنيا زي المهندس اسماعيل عثمان، الطيابه والرجوليه عمره، وكنا بنلعب كوره مع بعض لما كنا لما بطلنا، وكان ليه قفشات في الملعب، وعمره ما كشر في وش حد، تملي وشه بيضحك وخدوم لدرجه كبيره، وعمره شفت واحد زي قلب المهندس اسماعيل عثمان الله يرحمه ان شاء الله في الجنه باذن الله عشان طيبه قلبه الجميله. اسماعيل عثمان من منتهى البساطه هو راجل عاشق للاسماعيليه والشعب الاسماعيليه وللنادي الاسماعيلي طول عمره، من صغره من طفولته من ايام ما كان بيلعب كوره مع كابتن رضا وكابتن شحته في بلاش تعاون هنا في اسماعيليه، وهو المهندس عثمان احمد عثمان عمه اللي تبناه من صغره ورباه وعلمنا كلنا كعيله ان حب الاسماعيليه ده واجب علينا، وشعب الاسماعيليه ليه فضل علينا، واحنا مدينين بحياتنا كلها وكل نجاحنا لاهل الاسماعيليه، وربنا يكرم النادي الاسماعيلي واهل الاسماعيليه، وبنشكرهم على الحب والعاطفه اللي باينه دي، واحنا طول عمرنا بنحب الاسماعيليه. طبعا جدي حبيبي وانا طفل كان بياخدني معاه الاستاد في الاسماعيليه ونشوف الماتشات سوا، وعلمنا الحب والعطاء للنادي والاسماعيليه ومصر، وبنشكر شعب الاسماعيليه على حبه لجد وكل الناس الحقيقه، الحب اللي الواحد حاسه اليومين اللي فاتوا دول بالدنيا حقيقي. نشكركم جميعا. المهندس اسماعيل عثمان طبعا قيمه كبيره جدا، هو يعتبر اخويا لانه متربي في البيت معايا، انا في بيتنا مع محمود اخويا ومع ابراهيم اخويا، متربين في بيت واحد، احنا كلنا بنحب اسماعيليه طبعا. هو قعد مده كبيره جدا في النادي الاسماعيلي وحقنا بطولات، انا كنت عضو مجلس اداره وكان رئيس مجلس اداره في وقت من الاوقات، يعني حب اسماعيليه في دمنا كلنا، لان ابويا كان بيجيبنا واحنا صغيرين في العربيه كل يوم خميس نيجي نحضر ماتشات الاسماعيلي ونرجع تاني من القاهره، فبنحب النادي الاسماعيلي، وهو المنظر اللي حصل النهارده ده حاجه حب لينا، حب الاسماعيليين او حب لينا كلنا، وده كلام على دماغنا طبعا هنقعد طول حياتنا ان شاء الله نسدد الكلام ده لغايه لما نموت باذن الله. والله بص يعني الصور اللي شفناها برضو حاجه تفرح جدا، يعني انجازات سابقه قبل كده لينا برضو لنجومنا والابطالنا من لعيبه بقى يعني منتخب مصر السابقين، حابين النهارده برضو يعني نشاركهم الفرحه، واحنا كمان برضو يعني نشارك لاعبتنا لمنتخب مصر، يعني الكابتن الكبير الكابتن حسن يوسف نجم منتخب مصر السابق. ايه يا كابتن اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. الف يوم مبروك. طبعا مبروك لينا ومبروك لكل الشعب المصري ومبروك لمنتخب مصر واتحاد مصر لكره اليد. واكيد طبعا كمان يعني بنبارك الكابتن محمد ابراهيم نجمنا ونجم النادي الاهلي. ازيك يا كابتن؟ ازيك الاخبار؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا يعني احنا مش النهارده مش حابب اهلي وزمالك، بس هو ايه يعني الامر الواقع بنقول ان النهارده منتخب مصر. اكيد طبعا. الحمد لله. طبعا يا كابتن يعني الف مليون مبروك لينا جميعا الحمد لله على تتويج منتخب مصر النهارده البطوله الثامنه. ابدا بكابتن حسن، يعني قول لي النهارده تابعت النهائي ازاي؟ طبعا بما اني لاعب كره يد سابق، البطوله الحمد لله رب العالمين من اول البطوله وانا عندي ثقه ويقين ان شاء الله منتخب مصر هيحصل على البطوله، لان احنا في المستوى بعيد عن كل افريقيا. احنا دلوقتي لما بنيجي نقارن منتخب مصر بنقارنه مع المنتخبات العالميه الكبيره كمان، مش اي منتخبات، بكاس عالم في مصر كنا رابع، والاولمبيات الاخيره كنا رابع، فمنتخب مصر ولعيبه منتخب مصر دلوقتي حتى المحترفين بره الناس كلها بتلعب في انديه ترتيباتها مصنفه عالميا، عندك اللعيبه حتى بتوعك بتوع منتخب مصر دلوقتي مصنفين عالميا، شفنا علي زين في برشلونه، شفنا يحيى خالد النهارده احسن تاني او تالت باك رايت على مستوى العالم، شفنا سند بياخد تاني هداف في الدوري الفرنسي ب 223 جون اعتقد، فاللعيبه بتاعتك الكواليتي بتاعها عالي قوي فبعاد عن افريقيا، فاحنا كلعيبه يد سابقين يعني كنا الحمد لله عارفين ان البطوله هتبقى في مصر، لكن كان لازم كمان الشعب يشوف ده والناس تتبسط بده واللعيبه تبتدي تظهر ده، لان المصريين محتاجين يفرحوا والحمد لله ان منتخب اليد سبب في فرحه الشعب المصري الحمد لله. كابتن محمد، يمكن النهارده فعلا الشعب المصري كله كان مستني ان المنتخب ده بالذات يفرح. المنتخب ده قدم كتير جدا الفترات اللي فاتت ودايما بيحاول يعني
يعني يقدم كل يعني كل حاجه عنده، وفي الاخر برضو يمكن حظه ما كانش يعني بيتوج. يمكن احنا شفنا في الاولمبياد احنا كنا نستحق ان احنا ناخد المركز الثالث، بس ما حصلش نصيب الحمد لله يعني، برضو وعدينا منها. في بطوله العالم نفس الكلام برضو اللي كانت في مصر هنا، احنا يعني ادينا اداء رائع جدا وكبير الحمد لله، بس برضو ما حصلش ان احنا اخدنا مركز. شفت النهارده النهائي ده يعني فعلا ده يعني يعتبر تتويج للعيبه بشكل كامل، ولا لسه في المزيد بقى الفترات اللي جايه؟ لا والله زي ما حضرتك قلت، هو دايما اي انجاز كبير لازم بيبقى ليه حبه اخفاقات، او مش اخفاقات، بيبقى بالتدريج. يعني انا ممكن يكون حالفني الحظ غير كابتن حسن، انا لحقت الجيل القديم كابتن حسن وكابتن هاني الفخراني وحسين زكي وكابتن حماده النقيب والروبي، وفي نفس الوقت لحقت الجيل برضو الحالي. الجيل الحالي ده بيتم اعداده من 2015 من كاس العالم في قطر 2015، نفس المجموعه دي. يعني المجموعه دي هي المجموعه اللي كانت معانا في 2015، بس كانت لعيبه لسه صغيره. فالجيل ده او النتائج اللي حصل دلوقتي ده حصاد 5 أو 6 سنين فاتوا بالتتابع مجالس الادارات والمديرين الفنيين، فهو ده وقت الحصاد. حصل زي ما حضرتك قلت ان بنبقى قاب قوسين او ادنى ان احنا نعمل انجاز كبير، لكن ما بيحصلش. لكن هي الرياضه علمتنا كده، يعني كابتن حسن يعرف ده وانا اعرف ده، ان دايما قبل ما بتعمل انجاز لازم بيحصل لك قبل الانجاز ده اخفاقات، او بتبقى خلاص هتوصل ما بتوصلش. ده مع الفرق الكبيره ومع الفرق المنظمه او اللي عارفه هي بتعمل ايه وعندها بلان عايز توصل لها، بتتعلم من اخطائها وبتتعلم ثقافه اللعب في الفاينلز او النهائيات، ثقافه اللعب تحت الضغوط. فمره في مره في مره انا يعني اتوقع ان شاء الله كاس العالم الجاي ده ان شاء الله هنشوف حاجه كويسه، خصوصا ان احنا نحقق مركز ان شاء الله. ان شاء الله، خصوصا ان احنا قرعتنا كويسه، ان احنا بطل افريقيا اتحط على مجموعه فيها كرواتيا ومعانا المغرب وامريكا، مجموعه في المتناول جدا ان شاء الله. هنخش نلعب المجموعه الثانيه اللي فيها تونس وبلجيكا وفرق يعني في مجموعه ان شاء الله في المتناول. فانا شايف ان شاء الله ان احنا حتى طريقنا في كاس العالم ان شاء الله الدنيا كويسه، واتمنى فيها برضه البحرين والدنمارك معانا. دي يمكن المجموعه بتاعتنا اللي فاتت دي، والدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس. يعني شايف فرصتنا ان شاء الله ان احنا ممكن نتوج يعني في بطوله العالم يعني قريبه مش بعيده. لا اي انجاز بيبدا بالحلم، فطول ما انت عندك حلم وباصص له هتوصل له ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسن قول لي كده يعني تقييمك للمنتخب بتاعنا من بدايه المشوار من بطوله العالم. الظروف كانت صعبه جدا، كورونا، الدنيا ما كانتش يعني متظبطه على اكمل وجه بالنسبه للرياضه في العالم كله، واحنا الحمد لله ظهرنا بشكل رائع جدا وكمان اكتر من رائع. ده بيرجع لايه؟ هل بيرجع للمدير الفني بس ولا ليها عوامل اخرى؟ لا طبعا، المنظومه ككل والدوله على راس المنظومه. يعني النهارده انت كدوله مصريه عشان تاخد القرار بتاع ان انت تلعب بطوله في وسط ما العالم كله قافل، ده قرار مش سهل. ده كان على شكل التنظيمي او طبعًا من الجانب طبعًا التنظيمي. على فكره بطوله كاس العالم اللي كانت في مصر شجعت العالم كله انه يرجع يلعب رياضه تاني. بالزبط. لان انت عارف الرياضه وحجم استثمار الرياضه في العالم عامله ازاي. تمام. فالنهارده ان مصر لعبت وطلعت موضوع الفقاعه والناس ابتدت، يعني انا شايف ان مصر علمت العالم ان ازاي تعمل بطوله في وسط الاجواء دي، والحمد لله رب العالمين. هي كانت النافذه تعتبر بالنسبه للعالم كله يعني لعوده الرياضه العالميه مره اخرى. طبعا طبعا بشكل طبعا كبير يعني. ده محسوب طبعا للقياده السياسيه من اول رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه. تمام. دعموا الموضوع وابتدينا واشتغلنا، وعشان انت عارف يعني عشان تقدر توفر كل لعيب في غرفه. صح. في 32 فرقه انت جايبهم في كاس العالم، انت بتتكلم في عدد ومصاريف مش طبيعي. الدوله وفرت كل ده، قدرنا نلعب، قدرنا نطلع بشكل كويس جدا جدا جدا. انا شايف زي ما محمد قال الجيل ده بيعدي من 2015، بس انا شايف ان الجيل ده من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ كره اليد. فانا ان شاء الله اتمنى ان الجيل ده زي ما هو جيل قوي جدا يقدر يعمل بصمه بميداليه باذن يعني الله. احنا التاريخ بيذكر جيل 2001 كان جيل عظيم وكان جيل كبير جدا وجيل فيه نجوم كبار، مش هنقول حد عشان ما ننساش اسم حد، لكن في الاول وفي الاخر الجيل ده احسن حاجه عملها هو كان رابع عالم، كان برضو نفس الجيل مفروض يحصل على ميداليه يتذكر اسمه في التاريخ. جيل 2001 جيل 2003 جيل واتيفر السنه خدوا ميداليه لمصر في اولمبياد او في كاس عالم. اتمنى ان الجيل ده لان هو يستحق يحصل على ميداليه، يحصل على ميداليه في كاس عالم اللي جاي او في الاولمبياد، لان انتوا تستاهلوا. احنا زي ما برضو في بدايه الكلام قلت ان احنا عندنا لعيبه مصنفين عالميا. طالما مصنفين عالميا يبقى لازم كمان يحصلوا على حاجه عالميه كبيره
هم يستحقوها، وهي حاجه كويسه طبعا لمنتخب مصر. معانا بقى اخطبوط حراسه المرمى طبعا الكابتن كريم هنداوي. يا كابتن هنداوي مبروك. شعر بك فيك. اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك ليك طبعا وكل زمايلك. اهلا بيك، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. معانا في الاستوديو الكابتن حسن يسري والكابتن محمد ابراهيم بيباركوا لك برضه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن حسن حبيبك محمد. قول لي يا كابتن، يعني النهارده احساسك ايه واحنا يعني الحمد لله كده احرزنا اللقب الثامن في مشوارنا الافريقي، وكمان برضه انت كان ليك عامل كبير جدا في المباراه النهارده، يعني حولت اكتر من هجمه علينا يعني بدل ما تبقى اهداف فينا لان انت كمان تجيب اهداف الحمد لله، يعني بشكل كان واضح جدا في اكتر من هجمه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا اولا بشكر طبعا الحمد لله ربنا في النعمه الكبيره. الحمد لله احنا كسبنا الحمد لله، البطوله كانت مهمه. انا كنت سامع برضه كابتن حسن بيتكلم ان فعلا اعتقد ان لازم الجيل يعني يحاول يحقق حاجه اكبر من كده كمان ان شاء الله في يعني في النطاق العالمي، وده اللي احنا ان شاء الله بنطمح له باذن الله. طبعا يا كابتن يعني بنبارك لك وكمان اسعدتونا بشكل كبير جدا والمصريين كلهم بجد يعني بيباركوا لكم، بيقول لكم انتوا كنتوا رجاله وبجد النهارده يعني في شعور كده احنا كنا نفسنا من فتره نقول لكم عليه، مش بس من خلال بطوله افريقيا، لا والله من بطوله العالم اللي فاتت، يعني تستاهلوا اكتر من كده بكتير جدا. قول لي النهارده المباراه كانت بالنسبه لكم سهله شويه ولا كان برضو ليها اهتمامها وضعها بالنسبه للراس الاخضر؟ لا هو بالنسبه للماتش احنا اصلا كنا، ما هو ده اللي احنا الحمد لله حققناه في الماتش، هو ده اللي احنا كنا عايزينه في الماتش، ان احنا ما ندخلش فريق الراس الاخضر في الماتش. تمام. فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه، فرقه عندها لعيبه بتلعب في انديه كتير جدا في اوروبا، كلهم اصلا ما اعتقد بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا في انديه كويسه ولعيبه اصلا كويسه، يعني كواليتي لعيبه كويسه جدا، وده اللي احنا الحمد لله عملنا عليه، يعني ان احنا ما ندخلهمش في الماتش لان هم لو كنا دخلناهم في الماتش من اول اعتقد كان الموضوع هيبقى اصعب من كده بكتير. وده اللي احنا كنا متفقين عليه يعني، والحمد لله هو احنا حققناه. الحمد لله. قول لي من بعد بطوله العاب البحر المتوسط احد يعني مركز ثاني طبعا حاجه كويسه جدا، لكن احنا كنا قريبين جدا من المركز الاول، يعني شايف ده ازاي؟ برضو انتوا عرفتوا ازاي تطلعوا من البطوله دي يعني وشعوركم ان انتوا رايحين للمركز الاول لبطوله افريقيا ومركزين جدا، دخلنا على ماتشات قويه، الكاميرون، الجزائر، تونس، واخيرا كان الراس الاخضر، يعني ازاي يعني بتطلعوا من كل مباراه ومن كل بطوله بتستعدوا ازاي ليها نفسيا؟ وبرضو عايز اعرف الكواليس برضو مع المدير الفني معاكم بتبقى عامله ازاي؟ اولا يعني البطوله اصلا يعني اصلا توقيت البطوله دي او البحر المتوسط توقيت صعب جدا جدا بالنسبه للعيبه. احنا فعلا بقالنا حوالي سنتين لاضمين موسمين مع بعض، ما خدناش اجازه فعلا. كان صعب جدا ان احنا نحاول عامه نتعافى من الدوري الاول وبعد كده نتعافى من البحر المتوسط. البحر المتوسط بالنسبه لنا كانت بطوله، احنا كنا اول حاجه كنا اكيد كنا رايحين نكسب، لكن هي استعداد في الاخر لبطوله افريقيا. لكن يعني احنا زي ما بقول يعني ان على طول ان احنا لو ما لعبناش 100% ما حضرناش لاي فرقه 100% وكنا موفقين وكنا مركزين وارد جدا نخسر، لان احنا بنلعب هاند بول. هاند بول الموضوع لازم تدي له، مش مثلا كوره فانت هتجيب جون، لا هو الموضوع 60 دقيقه لازم تفضل محافظ على تركيزك. لعبت فريق كويس في النهائي في اسبانيا، لكن انت طبعا احسن، لكن ما حصل ظروف ماتش وحصل حاجات يعني في ارادتك وخارج عن ارادتك، لكن في الاخر خسرت. المركز الثاني يعني حاجه مش عايز اقول يعني مش نجاح، لكن في نفس الوقت احنا الحمد لله مكملين، وطبيعي ان انت بيجي لك مطبات في وسط طريقك، وده اللي احنا الحمد لله اتكلمنا فيه. ان اهم حاجه بطوله افريقيا، واحنا اصلا كنا رايحين بحر متوسط عشان خاطر بطوله افريقيا، وده الحمد لله اللي احنا عايزين نرجعه ثاني للعيبه. زي ما بقول لحضرتك البطوله وقتها صعب جدا جدا جدا، صح؟ يعني معظم اللعيبه اللي مسافره ان شاء الله هيقعدوا يومين ثلاثه وهيسافروا على طول، مضغوطه جدا. فطبعا فعلا ربنا يكون في عونهم، والحمد لله ان احنا عرفنا الحمد لله نطلع من البحر المتوسط، لان احنا كنا شويه متضايقين، لكن يعني الحمد لله يعني في وعي شويه ان البطوله يعني المركز الثاني مش هو ده اللي احنا كنا بنطمح له، لكن في الاخر برضه حاجه كويسه للكره السياسيه انت على طول تبقى في المكان ده، لكن مش عايزين نحمل الناس فوق طاقتها او اللعيبه فوق طاقتها، على طول لازم مش عايزين، احنا بنحاول نعمل اللي علينا والنتيجه ان شاء الله تكون دايما ان شاء الله خير يعني. تستاهلوا يا كابتن اكتر من كده بكتير جدا. قول لي على تواجد الجماهير بقى، سواء كانت الجماهير المصريه هنا من خلال البطوله، وبرده يعني الجماهير الجزائريه
هناك بقى يعني في البحر المتوسط برضو كان ليها عامل كبير جدا لينا برضو احنا كمان كاشقاء يعني. يعني بصراحه جميل جدا، كانت حاجه بالنسبه لنا يعني مفاجاه كبيره جدا جدا. كانوا مشجعين في كل الماتشات، كانوا بيجوا لنا كل الماتشات، ماتش الساعه 9 الصبح 10 الصبح، فطبعا انا بشكرهم جدا جدا على دعمهم ده. والحمد لله النهارده برضو الجمهور المصري مثال طبعا، حاجه جميله جدا وشكل رائع يعني. الحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نساعدهم ونبسطهم ونروحهم فرحانين يعني، الحمد لله دي اهم حاجه. مبروك يا كابتن طبعا، الف مليون مبروك ليك يا كابتن. حد يعني لو عايز يوجه سؤال للكابتن انداوي يعني اتفضل، او تبارك له على طول. انا اقول له طبعا الف مبروك يا كريم، تستاهل انت والمجموعه ما شاء الله عليكم، وان شاء الله في الزياده على طول. وزي ما انت قلت انتوا منتخب اليد بيكو بتقدروا تسعدوا الشعب المصري، فنتمنى ده على طول منكم ان شاء الله يا كريم، والف مبروك ليك ولزمايلك. ربنا يخليك يا كابتن حسن، ويعني يعني كابتن حسن اخويا الكبير وكابتني، وكابتن حمد ابراهيم برضو اخويا الكبير وكابتني، ويعني ليها علاقه شخصيه كبيره جدا ما بينهم يعني، فعلا هم اخواتي، ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم في المداخله يعني. الف مبروك يا شيخ العرب. حبيبي يا ايمن. شكرا جدا طبعا. اتفضل. شكرا جدا يا كابتن طبعا ليك، ونورتنا جدا يا كابتن هنداوي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا جدا ليك، والف مليون مبروك طبعا لتاني مره. شكرا جدا يا كابتن. حاجه حلوه، بس ايه موضوع شيخ العرب ده؟ لا انا دايما بقولها له، بقول له ليفربول عندهم فخر العرب واحنا عندنا شيخ العرب. هو كل الالقاب طلعت على هنداوي ما شاء الله يعني، كلها القاب كبيره يعني ومحترمه يعني. لا هنداوي بس النهارده عمل شغل حلو قوي. لا شخصيات كمان يعني بره الملعب شخصيه جميله، انسان مؤدب ومحترم ومتواضع يعني، انسان جميل على مستوى الشخص يعني، اخلاق وتدين حاجه جميله يعني. محترمه جدا. قد ايه كان يعني عامل كبير جدا النهارده برده في اكتر من هجمه، ان هي كانت هجمه يعني رايحه علينا باهداف هو يصدها وهو يجيب منها الاهداف يعني، فاهم احساسكم ايه وانتوا لعيبه وهو حارس مرمى برضه؟ هنا الموضوع شبيه شويه لكره القدم ولا مختلف؟ لا هو حارس الهاندبول سهل يجيب جول. في هجمات بيبقى مثلا فرق ناقصه دقيقتين فبتلعب من غير حارس، فالجول لو صد الكوره وجت جنبه يعني ممكن يحطها الجول للجول. لكن بعتقد ان حارس كره القدم صعب، غير بقى بيبقى في اخر الوقت غير الحضري، بس يعني الحضري بس الاسطوره برضه عملها في حته ثانيه لوحده يعني. بس لكن هنداوي طبعا زي ما ابراهيم قال، كلنا كلعيبه كره يد لعبنا معاه او اللي بيلعبوا معاه دلوقتي او اللي يعرفوه، لا كريم شخصيه ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه تاتش وود يعني. تتمنى ان انت يبقى عندك صديق او اخ او ابن بنفس اخلاق كريم هنداوي يعني ما شاء الله عليه. طيب كابتن محمد قول لي كده يعني، من خلال بقى مشوارنا في البطوله ومجموعتنا او الماتشات اللي احنا لعبناها في البدايه خالص، كنت قلقان من بدايه المباريات من الكاميرون، بعد كده برضو الماتشات اللي بعديها، وكنت شايفها ازاي يعني؟ هل كنت شايف ان احنا ممكن نتخطى المباريات دي بمنتهى البساطه والسهوله، ولا كان المشوار برضو صعب شويه لحد ما بالنسبه لمنتخبنا، مع ان احنا فارقين قوي يعني بشكل كبير جدا في النتائج، يمكن ضعف السكور لكل فريق يعني او لكل منتخب؟ هو زي ما كابتن حسن قال في الاول، احنا يعني انا من وجهه نظري حاليا احنا منتخبنا في حته تانية، بالاضافه لان منتخبات شمال افريقيا اللي هي دايما كانت منافسه لينا حاليا حصل لها دروب. يعني بيتكلم على منتخب تونس بقاله سنتين مش في المستوى خالص، الجزائر بعدت بقالها فتره، المغرب نفس الموضوع. فيعني الاثنين مع بعض، ان انت حاليا انت عالي جدا ما شاء الله، عندك لعيبه مصنفه عالميا، وانت منتخبك حاليا مصنف عالميا، وكمان الفرق المنافسه ليك في القاره يعني مش في احسن حالتها، بلاش نقول ان هم مش كويسين بس مش في احسن حالتها. فطبعا لا بصراحه ما كانش عندي اي تخوف، بالعكس احنا على الورق اتقل بكتير من كل المنتخبات الموجوده، لكن في الاول وفي الاخر دي رياضه، انت لازم تحترم، تنزل تحترم كل فريق وتدي له وضعه عشان الماتش يمشي بسيط. لكن لو انت نزلت حط في دماغك ان انا اجمد، ان انا كويس، ان انا كده كده فارق وفي رعونه في الاداء، هتلاقي ان الماتش بيقرب وان الدنيا مش زي ما انت متخيل يعني. ومفيش حاجه متوقعه، وبالاخص كمان النهارده شفنا ده في الفاينل يعني، الراس الاخضر يمكن احنا دي اول مره يبقى فيه فريق افريقي صرف يعني بنلعبه في النهائي، غير تونس او الجزائر متهيألي كمنتخب مصري يعني. كابتن حسن والله طبعا، ومعاه كمان الكونغو برضه قدمت اداء كويس برضه. افريقيا ابتدت تتجه دلوقتي. منتخب انجولا لما كان كويس 4 5 سنين اللي فاتوا كان طلع من عنده حوالي 5 6 لعيبه لعبوا في البرتغال،
النهارده برضو نفس الفكره، فرقه الراس الاخضر فيها 3 4 لعيبه بيلعبوا في البرتغال، وفيها حوالي 2 3 لعيبه بيلعبوا في الدوري الاسباني في انديه درجه ثانيه، طبيعي ان مستواهم يبقى كويس. لكن انا شايفها بصراحه مفاجاه ان النهارده الراس الاخضر هي بتشترك في بطوله افريقيا، دي ثاني بطوله اعتقد، ثاني بطوله، ثاني بطوله النهارده، في ثاني بطوله بيلعب النهائي وبياخد ثاني افريقيا وبيؤهل لكاس عالم. في فرق كتير ثاني مره على التوالي، في فرق كتير كسب تونس يعني برضو من المنتخبات القويه جدا. مين برضه تونس؟ طبعا 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 تونس، تونس مصر وتونس في الهاندبول ده باع بقاله سنين. لكن زي ما محمد قال دلوقتي المنتخب التونسي عنده شويه يعني بيظبطوا اوراقهم، لكن في نفس الوقت منتخب مصر بعيد جدا 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 بلعبته. لكن دي الرياضه، ادينا شفنا النهارده فرقه زي الراس الاخضر اشتغلت على نفسها وابتدت تطور من نفسها، واعتقد ان انت هتشوفها الفتره الجايه احسن، لان اللعيبه دي كل ما بتلعب بره كل ما بتزداد تقل. هو في منهم محترفين في البرتغال؟ في البرتغال وفي الدوري الاسباني، بس البرتغال جزء في فرنسا وجزء في رومانيا وبرتغال. هم القوام بتاع الفرقه 20، في اثنين بس بيلعبوا في راس الاخضر، باقيين رومانيا فرنسا اسبانيا البرتغال. يعني احنا نستمر على تجربه الاحتراف بالنسبه لنا بشكل يعني ده اللي هو الانسب لينا، وكمان ده اللي هيخلي منتخب مصر الفتره اللي جايه برضو لكره اليد ان هو في مكانته يعني في افريقيا ان شاء الله يعني يبقى محافظ عليها وننافس برضو في بطوله العالم والاولمبياد، ده مهم جدا لينا يعني. طيب كابتن محمد قول لي كده يعني وجهه نظرك في المدير الفني المصري باراندو، يعني الراجل ده عفوا الاسباني المدير الفني لمنتخب مصر الاسباني باراندو، قول لي يعني شايفه ازاي؟ كمان برضو احنا الفتره اللي فاتت كان في كلام عن تغييره ان ممكن يكمل ما يكملش، بعد كده رجع قال لا هكمل ان شاء الله، وبعد كده برضو متواجد مع الفريق الالماني. يعني وجهه نظرك مع المديرين الفنيين الاجانب بالنسبه لمنتخب مصر وبالاخص باراندو؟ لا هو طبعا لو هنتكلم على باراندو كمدرب، هو مدرب عالمي، هو من مصنف عالميا ان هو ممكن يكون من احسن 3 مدربين حاليا في العالم. احنا جايبين مدرب بطل اوروبا، يعني حضرتك كانك بتتكلم مثلا في الكوره مثلا عشان ابسطها للناس، كانك جايب بيدرب منتخب مصر يورجن كلوب او جوارديولا، يعني حاجه في نفس الليفل ده بالظبط. يعني انت جايب احسن من احسن مدربين في العالم، لو بنتكلم في 3-4 في العالم جامدين هو واحد منهم، واحد كان السنه اللي فاتت مرشح ان ياخد جائزه احسن مدرب في اوروبا، فانت بتتكلم انه انت جايب حد جامد جدا. حاليا تجربه انه يبقى ماسك منتخب ونادي في نفس الوقت، هي ده اللي حصل اللغط في بدايه لما مسك ميتسونجن، هي فرقه في الدوري الالماني، هي دي اللي حصل فيها لغط، هل هيكمل هل مش هيكمل. والاخبار اللي طلعت ساعتها ان الاتحاد بيجرب او عامل زي الفتره اللي فاتت الست شهور اللي فاتت دول، هي تجربه، بيشوفوا التجربه هل هتنجح ولا مش تنجح، لان الاتحاد في الكونسيبت بتاعه انه عايز حد متفرغ. فكان الاتفاق بين باروندو وبين الاتحاد المصري ان دي زي هناخد بطوله افريقيا او المرحله اللي فاتت دي ان هي مرحله تجربه، وبعد كده نقيس التجربه، هل التجربه نجحت نكمل على كده، ان جارابايا يبقى هو المتواجد بصفه دايما اللي هو المساعد بتاعه باروندو، مساعد باروندو، في معاه مساعد اسباني تاني اسمه جارابايا، هل هنكمل على نفس الطريقه دي ولا هل لا احنا عايزينك متفرغ، فهل ده هنوصل لتسويه ان انت تسيب ناديك مثلا وتكمل معانا، او يحصل مثلا تراضي ويتعاقد مع مدرب اسباني تاني. اظن ان الاتحاد هيعيد النظر في التجربه وهيدرس الموضوع كويس، وهيبقى اكيد في قاعده مع باروندو بعد البطوله بحيث ان هم يوصلوا لحل أمثل يعني يخدم مصلحه منتخبنا. كابتن حسن قول لي شايف تجربه باروندو نجحت بشكل كبير؟ يعني طبعًا. خلال 6 شهور اللي فاتوا او لحد النهارده يعني، بص اقول لحضرتك حاجه، هو باروندو من ساعه ما دخل مصر انا شايف ان التجربه ناجحه، لان زي ما محمد قال ان هو راجل مصنف عالميا. لكن انا بحكم ان انا لعبت منتخب مصر، انت دلوقتي عندك مجموعه محترفين بره وفي مجموعه بتلعب في الدوري المحلي، المجموعه اللي بتلعب في الدوري المحلي مش بنفس الاداء ولا القوه اللي بيلعب بره. فاذا اللي بيعوض ده ايه؟ وجود مدرب المنتخب جوه مصر. ليه؟ منتخب مصر طول عمره هو بيتعامل على انه تيم، فرقه. يعني ايه فرقه؟ يعني المدرب متواجد والفرقه طول السنه ليها 3 ايام في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ده بلس البطولات لما بتيجي تبقى في الدوري او كلام من ده. فانا شايف ان باروندو لما بعد شويه عن المنتخب انا شايف ان هي ليها نتيجه، مش سلبيات، فيها سلبيات طبعا. تاني حاجه انا بتكلم على باروندو، باروندو اول ما جه مصر كان عنده هدف وكان عنده تارجت وكان شغال زي ما بيقولوا كده ايه 100% لمصلحه المنتخب المصري. النهارده هو الهدف اختلف، هو في نادي والنادي هناك في المانيا عايزين يعملوا حاجه قويه جدا، ونادي قوي وبيصرف كويس، فهو عايز يجرب
تجربة نجاح تانية في مكان تاني. هو نجح مع المنتخب المصري أكيد أنه هو وصل لرابع عالم، بس مش في فارق بالنسبة للتتويجات أو بالنسبة للألقاب الدولية تمام بالنسبة لأي مدرب، وبالنسبة برضو لبطولات محلية إلى حد ما، أو ممكن برضو فيها برضو مشاركات يعني تمام مختلفة أوروبية أو خلافة. باروندو على المستوى الدولي نجح مع فردار أنه هو بطل أوروبا، باروندو على المستوى الدولي نجح مع منتخب مصر أنه وصل بمنتخب مصر لمرحلة أو لنقطة تمام يعني خض العالم كله. النهاردة هو باروندو ما اشتغلش في أندية فاهمني؟ يعني فردار خد معاه بطولة أوروبا، هو النهاردة في الدوري الألماني، الدوري الألماني دوري رقم واحد على مستوى العالم، شايل الدوري الإنجليزي في الكورة. حاجة يحلم بقى يا مدرب. اللي أنا عايز أقوله بقى إيه؟ إن أنت النهاردة الدوري الألماني ده أنت بتلعب متوسطك 20 25 مباراة أثناء الموسم كلهم فاينل هاي ليفل، ماتشات بتخلص، فالمدرب هنا برضو مش قليل. فأنا شايف إن هو هيبقى متواجد في الاثنين، لازم هيأثر على منتخب مصر، لان معلش مع احترامي انا كلاعب الراجل الاول اللي معايا موجود في كل تمرين انا موجود فيها ومتابعته ليا وكلامه معايا وتعديلاته الفنيه ليا غير الراجل التاني. الراجل التاني طول عمره هو حفظهم خلاص وعارف كل واحد اللي انا اقصده. الراجل التاني في في عموما في البطولات في الانديه او في المنتخبات بيبقى دوره ان هو يلم التيم شويه، فبيبقى فريندلي مع اللعيبه. فريندلي مع اللعيبه دي انا مش هديك اثناء التمرين المية في المية، لان في الاول وفي الاخر احنا اصحاب، لكن طول ما الراجل الاول موجود لا انت مطالب، لان خلي بالك بقى انت وراك واحد واثنين. فانت يوم ما يحصل منك ان انت بتريح شويه الراجل الاولاني بيروح مطلع واحد فيك، لكن عكس ما هو هيبقى متابع بالتليفون او او او. انا دي وجهه نظري، لكن في الاول وفي الاخر في الاتحاد المصري لكره اليد هم احسن ناس بيديروا يعني احسن ناس طلعوا قرارات يديروا بيها مصلحه كره اليد المصريه. فهنشوف زي ما ابراهيم قال القرار اللي هم هياخدوه بعد البطوله ايه. يعني تتمنى ان باروندو يكمل مع المنتخب المصري، وده شايف الانسب لينا ايه؟ يكمل بس يعني متفرغ للمنتخب، متفرغ للمنتخب بدون يعني بالظبط تدريب الفريق الاخر بالمانيا. طيب لو افترضنا يعني يا كابتن محمد ان هو مش هيكمل وان شاء الله يكمل باذن الله، هل احنا ممكن يعني عندنا في تجربه مع منتخب مع مدرب مصري ولا لا يبقى برضو نعيد التجربه مره اخرى مع مدير فني اجنبي؟ والله بص اقول لحضرتك حاجه، علشان نعمل تجربه زي دي وجهه نظري انا، لو انت هتجيب يعني كان باروندو موجود كان لازم يبقى في مدرب مصري موازي معاه. للاسف ده ما حصلش بشكل او باخر، يعني ايه اسبابه انا ما اعرفش، انا مش انفولفد قوي في القصه دي. ف يعني زي ما تقول ايه، عشان يشرب الشغل يبقى شاف جوه المنتخب، حسه شافه عرف مين وقت الجد بيشيل، مين وقت الجد مش موجود، مين تقدر تعتمد عليه مين ما تقدرش تعتمد عليه. هي دايما كده، عشان تشيل واحد مسؤوليه كبيره لازم يبقى هو كان في الكواليس او في الظل مع حد جامد او حد كبير شرب منه الصنعه زي ما بيقولوا، عرف كيف تدار الامور، لان الشغلانه بتاعت المدير الفني هي مش تدريب، هي مدير، ازاي يدير منظومة كبيرة، منظومة كبيرة جدا اللي هي منظومة المنتخب، انت ازاي تختار، ازاي تعمل بلان لسنة، ازاي تعمل معسكر، ازاي تديره، ازاي تعمل كنترول على لعيبة، ازاي تعامل اللعيبة كلها نفسيا، ازاي طول الوقت حاطط لهم دوافع جديدة. فبتهيألي مش عارف يعني مش عايز ابقى ظالم، بس الافضل حاليا في الفترة اللي جاية خصوصا من هنا لحد كاس عالم مسافة ضيقة جدا، الافضل ان يبقى مدرب اجنبي، ولازم ما يقلش فنيا عن باروندو. احنا خلاص وصلنا لمستوى ان منتخبنا زي ما قلنا منتخب عالمي بالظبط، منتخب هدفه انه ينافس على بطوله العالم، ينافس على ميداليه في اولمبياد. فلازم اللي هيجي يبقى على قد الحدث، يعني يبقى مدرب اجنبي، مش مدرب اجنبي وخلاص، لا مدرب اجنبي عالمي، حد في نفس الليفل اللي كان فيه باروندو او ديفيد دافيز اللي كان موجود قبل باروندو. فكره المدربين الاجانب لمنتخب مصر، وكمان برضو يعني الفكره دي راحت الاهلي والزمالك دلوقتي الفتره الحاليه، شايف ان هي فكره برضو ناجحه يا كابتن حسن ان احنا نستعين بمدربين اجانب بالنسبه للنادي الزمالك وبرضو ايضا النادي الاهلي؟ والله اقول لحضرتك حاجه، احنا عموما انا عن نفسي في حياتي اشوف الاحسن مني واتعلم منه. النهارده السيستم اللي متسيد العالم في لعبه كره اليد هو السيستم الاسباني، فكون ان انت وفرت ده للمنتخب، فالنهارده منتخب مصر بيلعب بالطريقه الاسبانيه زي ما احنا شايفين، يعني احنا كلاعبين هاندبول عارفين. النهارده بقت الطريقه دي كمان فين؟ في نادي الزمالك وموجوده في نادي الاهلي، الاثنين جايبين مدربين اسبان. فاذا انت عمال توسع في قاعده الهاندبول في النظام ده في اللعيبه اللي هتفيد المنتخب.
تمام فاهمني؟ عكس النهارده مثلا احنا لما جه دافيدز في الاول قعد اشتغل فتره طويله من الوقت عشان يحفظ اللعيبه السيستم اللي هو الاسباني. النهارده انت اللعيب اللي هينضم للمنتخب هو خلاص هو عنده نفس السيستم شغاله مع النادي فاهمني؟ هتلاقي ده يعود على الدوري المصري في الاخر. هتلاقي برضو انا مدرب بعيد عن الزمالك والاهلي بشوف حاجه عجبتني ببتدي اقلدها مع الاولاد عندي في فرقتي، فهنبص نلاقي ان الهاندبول بقت بتتلعب بشكل تاني حصل فيها تطوير في الاداء. لان انا شفت في النظام الاسباني هو مش بيلعب احنا لعبتنا لعبه احتكاكات ولعبه ضرب ولعبه خبط وكلام من ده، لا هو ابتدى يتكلم على ان هو بيقطع مسار الكوره، الكوره بتمشي كده فهو بيقطع مسار الكوره عشان يوفر على اللعيب المجهود والضرب، لان كل ده بيستنفذ من الطاقه البدنيه بتاعتك. فخلاص بقى خلاك بيعتمد على ذكاء اللعيب شويه ان هو بيقفل مسارات الكوره، بيحطك في اماكن تصويب انت كلاعب مش متعود عليها او مش مرتاح فيها، فنسبه التصويبه بتاعتك ما بقتش بالاتقان اللي انت بتصوب وانت في الوضع الطبيعي بتاعك اللي انت مش شغال عليه بقالك 10 15 سنه. فكل ده في الاخر هيعود عليك في النتيجه. حتى احنا النهارده نتفرج على منتخب مصر بيعرف يغطي ازاي وبيعرف يقفل ازاي وبيقفل مساحات ازاي وبنقطع كور كتير ازاي، كل ده بحيث ان انت عمال خلاص مجهودك ما بقاش في خناقه مع لعيب قدامك، مجهودك في ان انت في الاخر اللعيب ليه مسار اتنين تلاته انت قفلهم له، يبتدي بقى يطلع باص غلط، يبتدي 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 يبتدي. ده بيعود على اللعيب المنافس بايه؟ ان هو بقى في حاله نفسيه وذهنيه مش كويسه، فاخفاقاته تزيد، غلطاته تزيد، فاهمني؟ فده يعود عليك في الاخر ايه؟ ان انت بتبتدي تجري كتير، بتجري فاست بريك كتير، بتهدف كتير. انت بالنسبه لك الضغط دايما على المنافس بشكل يعني واضح وفي نوع من انواع التخطيط الفني داخل الملعب اكيد ده بيفرق جدا. طيب كابتن محمد برضو وجهه نظرك ايه بالنسبه بقى للنادي الاهلي برضو، هل ده بيفرق بشكل كبير يعني في توحيد المدرسه او من الاخر كده؟ يعني احنا بنشوف في كره اليد مثلا عندنا، احنا عندنا الانديه القمه مثلا اهلي وزمالك، عندنا اسبانيين مثلا، في اسبان عندنا على مستوى كره القدم مثلا عندنا برتغاليين، هل ده لمصلحه كل الالعاب يعني لو بالاخص كمان بنتكلم بقى على اكبر ناديين في مصر اهلي والزمالك؟ طبعا يعني زي ما كابتن حسن قال الطبيعي ان انت بتشوف ايه احسن حاجه وتتعلم منها. احنا عندنا في الهاندبول مثلا المدرسه السايده دلوقتي او دايما بتبقى عصور يعني. تمام. كان في فتره من الفترات كان المدرسه اليوغوسلافيه هي السايده، كان بقى في فتره من الفترات المدرسه الاسكندنافيه اللي هم دنمارك سويد نرويج، في فتره من الفترات المدرسه الالمانيه، في فتره المدرسه الفرنسيه، حاليا بقى لها 10 سنين او اكتر المدرسه الاسبانيه هي سيده العالم كله، وكله بيحاول يتعلم منها ويطور منها ويزود عليها حاجات وياخد اللي يناسبه. فحاليا هي المدرسه السيده هي المدرسه الاسبانيه. فمن مصلحه الانديه ومن مصلحه المنتخب ان احنا يبقى اهلي وزمالك، لان القوام الرئيسي للمنتخب هو اهلي وزمالك. طبيعي ان انا كنادي نص لعيبتي او كل نادي مننا في 5 6 لعيبه او 7 لعيبه بيلعبوا في المنتخب بطريقه اسبانيه، انا مش من المنطقي ان انا هم نص الفتره مثلا موجودين مع المنتخب بيتمرنوا بشكل معين وبسيستم معين اجيبه في النادي امرنه بسيستم مختلف تماما. ولا هيعرف يتقن السيستم بتاعي ولا لما يرجع للمنتخب هيعرف يتقن السيستم بتاعه. فمن الذكاء، انا شايف من ذكاء الاهلي والزمالك حاليا ان هم فطنوا النقطه زي دي وشغالين عليها، ان انا اجيب مدرب يشتغل بنفس المدرسه اللي موجوده في المنتخب بحيث ان يبقى ده بيكمل ده، انا لعيبتي المحليه بيشتغلوا بنفس المدرسه اللي لعيبتي الدوليه بيشتغلوا بيها، بحيث لما ده يجي لي ما انا كمدرب ما ابذلش مجهود ان انا اقعد اعلمه تاني الطريقه اللي انا شغال بيها، والعكس صحيح، لما يجي من النادي بتاعه يروح على المنتخب يبقى في الاخر هتبقى منظومه متكامله، ان المنتخب بيخدمني والنادي بيخدم المنتخب، واحنا كاسره كره يد كلنا دايما بنشتغل كاسره واحده، في الاخر بتخدم المنظومه الكبيره اللي هي المنتخب، وده ريفليكت ده اللي يهمنا بالظبط وانعكس على اداء المنتخب وعلى نتائجه يعني في الاخر. طيب دلوقتي معانا التليفون الكابتن ايمن صلاح المشرف العام لمنتخب مصر يعني لكره اليد. يا كابتن ايمن. الو كابتن ايمن. جنرال. الو. طيب كابتن ايمن هنحاول نكلمك مره ثانيه. طيب كابتن حسن يعني قول لي، احنا دلوقتي عندنا المفروض يعني ان شاء الله احنا عندنا الفتره اللي جايه بطوله العالم، وبعد كده هنحضر بقى لبطوله افريقيا 2024، وبعد كده نطلع يعني باذن الله منها على الاولمبياد. قول لي ايه الخطه اللي المفروض دلوقتي يعني نعملها بشكل مستقبلي، وبالاخص كمان عندنا لعيبه تخطط ال 30 عام يعني، ولعيبه كلها احسن من بعضها يعني بذكر اسماء، يعني كلهم بالنسبه لنا لعيبه مؤثره جدا لقوام المنتخب المصري. طبعا تخطط 30 عام دي انا شايفها ان بالعكس
اللعيبه دي هتأدي احسن ما كانت. لان احنا عندنا في الهاندبول بعد ال 30 بتبتدي تبدع، قبل ال 30 بتبتدي تاخد خبرات. فالنهارده اللعيبه دي تشبعت خبرات، مع الفرق بقى ان هي تشبعت خبرات على اعلى مستوى هاندبول، النضج بقى اللي هو بيلعب بمزاج زي ما بيقولوا. فالنهارده انت هتشوف اداء اجمل واروع من كده بنص الطاقه البدنيه اللي كانت عند اللاعب دي من سنتين ثلاثه. ليه؟ لان خبراته زادت جدا، فخبراته قدرت في الملعب تديله حلول بدون مجهود كبير. تمام، فاهمني؟ فالنهارده هنشوف، انا بقول لك هنشوف علي زين في حاله احسن من كده، خبراته بقت كبيره جدا. هنشوف هاشم، هنشوف يحيى خالد، هنشوف هنداوي مع الطيار مع محمد علي، لا هنشوف حاجات كويسه كتير. طبعا الاعداد دلوقتي الفتره الجايه هو اهم حاجه، بطوله العالم. احنا مش هينفع نسبة الاحداث، لان البطوله اللي جايه بطوله العالم اعتقد ان بطوله العالم في يناير هنشوف فيها اداء احسن من كده بكتير. ليه بقى؟ الفتره اللي احنا فيها دي، الفتره دي بتعتبر الفتره مش الدروب، فتره الراحه بتاعت اللعيبه كلها. اللعيبه كلها مخلصين دوريات كبيره، سواء اللعيبه المحليين او اللعيبه الدوليين، لان حضرتك انت عندك 2-3 لعيبه كانوا في الفاينل فور بيلعبوا نهائي بطوله اوروبا، بعد كده لعبت بطوله البحر الابيض، النهارده انت مفنش ببطوله افريقيا، هم راجعين لسه كمان برضه الوقت ده اللعيبه كلها مريحه عشان تبتدي فتره اعداد. فانت هتبقى في يناير اللعيبه دي في احسن حاله بدنيه ونفسيه وفنيه، فهتشوف اداء احسن من ان شاء الله. طب بارك بالك كابتن ايمن صلاح. مبروك يا جنرال. ابو علي مبروك يا كابتن ايمن، الف مبروك. الف مبروك يا كابتن ايمن، مبروك علينا كلنا. مبروك يا كوتش. كابتن ايمن طبعا الف مليون مبروك لنا جميعا يعني، وحاجه مشرفه جدا. حسن ومين اللي الكابتن محمد ابراهيم. محمد ابراهيم الف مبروك لينا كلنا. الف مبروك يا كابتن ايمن. ازيك حبيبي، ربنا يخليك. قول يا كابتن، يعني النهارده يعني فرحتكم اكيد يعني مش سايعاكم الحمد لله. طبعا يعني طبعا يعني فرحه انك انت بطل افريقيا، فرحه انك انت حافظت على اللقب، فرحه ان اسعدت الجمهور. احنا راجعين بدينا الاعداد مره واحده كده، يا دوبك اللعيبه كانت خدت راحه اسبوع 10 ايام اللي هم بتوع الاهلي والزمالك، كانوا لسه كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا وسوبر افريقيا في النيجر. التوقيت بتاع البطوله صعب جدا، لان احنا كده يعتبر ان احنا واخدين سنين ورا بعض. احنا واخدين طوكيو، اللعيبه ما خدتش راحه. التعامل يعني كويس، لان الفرق كلها الاوروبيه كانت بتستعد. البطوله دي كان معاها يناير، اتاجلت لمارس، اتاجلت لابريل، وبعدين جت مصر في شهر 7. للامانه يعني كنا متفقين على اعداد، الناس اعتذرت، التوقفات بتاعت الدوريات كلها ما حدش قادر يجبر لعيبه انها تقدر تيجي، فاضطرينا ان احنا ناخد البحر الابيض كاعداد. البحر الابيض بطوله احنا عارفين ان البحر الابيض طول عمره بيبقى بطوله قويه وهايله وبالظبط كده. يعني وبيبقى الفرق الاوروبيه بتطلع بالشكل دي، ما بتفوتش بالاسبانيين، ممكن يبقى في عنصر ثلاثة ماكسيموم في الاسبانيين زي اسبانيا مثلا. لكن الوحيدين اللي طلعوا بالفريق الاول هم اللي كانوا رايحين افريقيا، اللي هم مصر والتونس والجزائر. احنا مبروك يا كابتن. الحمد لله، يعني حاجه محترمه جدا النهارده، كلنا يعني فخورين جدا يعني بمنتخبنا القومي. لكن بقى خليني اخش معاك على طول، ايه يعني في الصميم، هو ده اللي انا محتاجه، مستقبل باروندو ايه الفتره اللي جايه، هيعمل ايه؟ ده ايه ده يا عم انت على طول كده يعني. على طول عايزين اطمن يا كابتن، احنا قاعدين عندك دول شخنوك على طول كده. هم كمان عايزين يطمنوا يا كابتن برضه، يعني الراجل ماشي معانا بشكل يعني هايل جدا ومستوى رائع بجد يعني. هو احنا بقى لنا فتره معاه، كان الاتحاد السابق كان مهندس هشام كان هو اللي متعاقد معاه، بعدين كمل معانا لغايه طوكيو، بعد طوكيو جه قال لنا ان هو عقد مع نادي ميلسونج في المانيا وعايز يخوض التجربه، نظرا لان التوقيت بتاع بطوله افريقيا كان قريب، فقدرنا مش نعمل حاجه، فاتفقنا ان احنا هنشتغل ان هو غير متفرغ. للاسف بطوله افريقيا اتاجلت، ما بقتش مارس، ما بقتش ابريل، كل شويه كنا بنعمل اكستند للعقد لغايه لما مدينا له عقده لغايه بنهايه بطوله افريقيا. للامانه الموضوع بتاع التفرغ وعدم التفرغ لسه فيه كلام، يعني
التوقيتات لسه مش واضحه يعني دلوقتي، لسه مش واضحه لان التوقيتات بتاعت التدريبات هو ما بقاش بيحضر فيها التوقفات الدوليه او الاسابيع الدوليه، بس هو اللي هيجي فيها بطوله العالم، بطوله احنا كلنا لينا هدف فيها، وبامانه المجموعه بتاعتنا كويسه يعني ميداليه بالظبط. بقى وزي بقيه الناس اللي بتتكلم اقول لك رايحين نجيب ميداليه وراجعين ان شاء الله يعني باذن الله. مجموعه موت، المجموعه كويسه والمجموعه اللي جنبنا كويسه، فلازم نكون مستعدين كويس جدا 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 عشان نحقق نتيجه كويسه في البطوله. احنا هناخد يومين كده راحه وهنقعد نتناقش معاه، هو هيقعد في مصر خمس ايام وهنقرر ان شاء الله يعني ايه خارطه الطريق هيبقى ماشي عامله ازاي، لان لو في امكانيه ان احنا نكمل هيبقى طبعا يستحسن ان احنا نكمل، مفيش امكانيه لازم يبقى يكون في بديل سريع وفورا، هو الراجل حابب يكمل لكن الطريقه لا ان شاء الله يكمل يا كابتن باذن الله يعني. حاول نشوف حل وسط في الموضوع شويه كده ونشوف عقده هناك ممكن نعمل معاه ايه ان شاء الله كده، والدنيا يكون يعني متفرغه لينا بشكل كبير جدا مع باروندو. طبعا الاستاذ وكابتن ايمن صلاح يعني شكرا جدا على المداخله التليفونيه والف مليون مبروك ليك. طيب اخيرا بقى كده ايه قبل ما نختم، نفسكم يعني الفتره الجايه تشوفوا ايه مع منتخب مصر وكل واحد برضه مع ناديه الزمالك والاهلي؟ كابتن حسن طبعا نفسي زي ما انا اتكلمت وبتكلم على طول المجموعه اللي موجوده نفسي اشوفهم حقهم على فكره يعني دي امنيتي، بس هو ده حقهم في اللي هم قدموه. نفسي اشوف المنتخب ده فايز بميداليه ان شاء الله في كاس عالم او في الاولمبياد، المنتخب بإذن ده الله. حقه يصعد منصه التتويج. بالنسبه طبعا للدوري المصري سواء انا منتمي لنادي الزمالك اتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه. والله بزعل لما بلاقي الفريقين بيلعبوا بعض، والله بزعل، مش عايز يعني مش عايز انا يعني منافسه حلوه قويه كل حاجه، بس احنا كل الناس بتحب اللعيبه دي يعني بجد والله. في الهاندبول مباراه كل اللي بيحصل فيها ان هو جيم بيتلعب وخلاص، مبروك للكسبان وهارد لك للخسران، واحنا اخلاقيا سلوكيا فنيا علاقات مع بعض احنا اصحاب واخوات لان عايز اقول لك حاجه، العشرة بتوع الزمالك والعشرة بتوع الاهلي بيقعدوا مع بعض في المنتخب فوق الخمس ست شهور في السنه فالموضوع يعني مش هينفع فيه اي حاجه. وبعدين في الاول وفي الاخر انا عايز اقول حاجه، احنا اللي بنصدر للجمهور كل حاجه. احنا بنعمل حاجه كويسه ده بتصدر للجمهور حاجه كويسه، احنا بقى تنشانه وضرب وخبط وتصريحات وكلام من ده بيوصل للجمهور، فالمشادات اللي بتحصل ما بينهم السبب فيها اللعيبه دي وجهه نظري. فالعلاقه الطيبه اللي ما بيننا بتخلي الناس تتفرج على ماتش هاندبول، تتفرج على ماتش هاندبول زمالك واهلي هو ماتش مش اكتر. صح. ومبروك واتمنى التوفيق للفرقتين ان شاء الله، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد بص انا طماع شويه يعني، انا شايف ان احنا يعني انا نفسي ليه لا، ليه ما نحلمش ان احنا ناخد كاس عالم؟ ليه لا؟ ليه يعني الحلم مشروع، وشايف ان احنا مش بعاد يعني. احنا كاس عالم الاخير ده احنا في مباراه سيمي فاينال بنلعب الدنمارك، لا احنا افضل يعني، احنا طول المباراه ليدنج اكسترا تايم مش عارف ايه، خسرنا ضربات جزاء، الدنمارك دي بطل عالم، فطب ما الموضوع في الايد في المتناول يعني مش بعيد. طب ليه لا يعني؟ ليه اقول ميداليه؟ طب ما اقول كاس عالم يعني، جه كاس عالم انا مثلا جت فضه خير وبركه، برونز احنا نعلي طموحنا احنا قدها ان شاء الله. فده طبعا اتمنى لاخواتي وزمايلي واخواتي الصغيرين، اتمنى لهم ان شاء الله ان هم فعلا الجيل ده يستحق التتويج، عشان التاريخ فعلا ما بيذكرش غير النتائج يعني. انت عملت رابع، انت عملت خامس، انت عملت سادس، لكن في الاول وفي الاخر التاريخ ده من يذكر الثلاثه الاوائل فقط. في النادي الاهلي طبعا انا اتمنى الفرقتي الحاليه والفرقه اللي قعدت فيها 30 سنه وحاليا انا مدرب في الفريق، اتمنى طبعا يعني ان ربنا يكلل التجربه الجديده دي ليا بالنجاح ان شاء الله، والتوفيق لينا كلنا ان شاء الله السنه دي يعني. نورنا النهارده طبعا الكابتن حسن يسري، طبعا يعني كابتن نورتنا جدا والف مليون مبروك ليك لتاني مره. مبروك ليكوا ومبروك لينا ومبروك للشعب المصري كله. والكابتن والنجم محمد ابراهيم برضو شكرا جدا لك يا كابتن، نورتنا جدا ومبسوط اني كنت معاكم، والف مبروك لمصر وابو اليسر كان منور. نجوم يعني منتخب مصر وكمان الاهلي والزمالك يعني السابقين، لكن النهارده الفرحه مش سريعانه بجد يعني، الف مليون مبروك لنجومنا لنجوم منتخب مصر
لكرة اليد وحوش مصر. مبروك عليكم، بكرة معكم إن شاء الله حلقة جديدة من الماتش، انتظرونا على خير. سلام.